ونخلي مين تاني يسجل، ممكن برضو حسين يسجل احتياطي. كنا قلنا يا شباب ان سيكشن اف ده مكون من كام حاجة؟ مكون من 4 حاجات. جميل، اخدنا منهم حاجة المرة اللي فاتت. انا بيني وبينكم كنت عامل في حسابي المرة اللي فاتت نخلص لحد هنا، بس الحمد لله مفيش مشكلة. احنا النهاردة ما هنبتدي من اول الداتا جوفرننس. الداتا جوفرننس وانت واحنا فيها هتحس قوي اللي انت في الانترنال كنترول. جميل، فشغال يعني استيل في نفس، ممكن نخلص الاثنين دول يخلصوا مننا على طول. جميل، حس ان احنا ممكن لو عملنا كده يبقى الحصة الجاية نخلص ايه؟ سيكشن اف. جميل، طيب دلوقتي احنا الداتا جوفرنس مكونة قدامك من كام عنوان؟ من 3 عنوان. انا ما بسجلش فيديو لوحدي، الفيديوهات اللي لوحدي سجلتها خلاص. طيب من اسمها كده داتا جوفرنس، يبقى كنترول على ايه مؤكد؟ على الداتا. جميل، نحافظ على الجودة بتاعت الداتا اللي عندنا في الشركة. فبتوع الاي سي مي قالوا لك خلاص محتاج سيادتك تعرف الداتا بوليسز، ايه بقى اللي الشركه لازم تحطه كبوليسي للداتا؟ تحط داتا ريتينشن، وتحط بروسيجرز للاحتفاظ بالداتا سواء دوكيومنتس او الكترونيك. بعد كده ايه اللايف سايكل بتاعت الداتا؟ من اول ما سيادتك بتعمل لها كابتشرنج لحد ما بتعمل لها ريموفال. انتوا طبعا عارفين ان اي شركه بتحتفظ بالدوكيومنتس بتاعتها لمده عدد معين من السنين، المفروض يماتش مع الريجوليشنز اللي جوه البلد. عارفين كده ولا مش عارفين؟ لا معلش يا مستر. هو عدد ايه طبقا مثلا لقانون معين؟ قانون يعني على اساس مثلا الضرائب مثلا. بس انا بس ادي العمر ريكورد. ماشي الحال. فالمفروض اللي انت تشيل الدوكيومنتس بتاعتك لعدد معين من السنين، بعد كده ممكن تتخلص منها، تعملها شريدنج بقى، تحرقها زي ما يكون. بعد كده ما اعرفش ليه بتوع الاي سي مي راحوا حقلنا هنا الكنترولز اجينست السكيورتي بريتشز، يعني مناسبه جدا جدا تتشرح معنا السيستم كنترول ونخلص، بس هم راحوا عايدينها تاني، ففي جانب كبير جدا جدا من التشابه. فشغال برضو ده بالنسبة لنا مش مقلق. انت في الامتحان كده كده الاسئلة متلخبطة، تمام؟ فايه مش حدش حاسس بحاجة. طيب افضل حاجة بالنسبة لي انا في الاجزاء النظري ديت، حاول تجتهد قدر الامكان خلال المحاضرة اللي انت تكتب ورايا الكلمات المهمة. مهم جدا، هتخليك تركز اكتر وتخرج من المحاضرة كأنك حفظت المهم. ماشي؟ معاك ورقة وقلم ولا داخلين كده؟ معانا يا راجل. الله ينور، ده شغل عالي والله. طيب الداتا جوفرنس مرتبطة بعملية المانجنج بتاعت الداتا بتاعت الشركة بشكل عام. جميل، هل احنا كلمة جوفرنس دي عدت علينا قبل كده؟ طبعا اخدنا حاجة اسمها ايه؟ كوربريت جوفرنس. اخذنا حاجه اسمها ايه؟ كوربريت جوفرنس. كوربريت جوفرنس، قلنا ان الكوربريت جوفرنس هي البيبل، هي البوليسز، هي الرولز، هي الريجوليشنز، قلنا ان هي كل حاجه اللي بتضمن ان الشركه ماشيه في الاوبجكتيف بتاعها، وان هي بتحقق الايه؟ الانترست بتاعت الشير هولدرز. مؤكد نفس الكلام هيتحط على الداتا جوفرنس، بس ديديكيتد قوي للايه؟ داتا. للداتا. فانا بقى مش محتاج اقعد اعجن بقى في مليون ديفينيشن. فلو جينا بصينا هنا هنلاقي ان مين الامبريلا، الكوربريت جوفرنس ولا الداتا جوفرنس؟ كوربريت جوفرنس. الكوربريت جوفرنس. جميل، فبيقول لك الداتا جوفرنس شبه الكوربريت جوفرنس but it is specific to data and information technology. طبعا احنا كنا زمان بقى شغالين بدفاتر، انا ما عصرتش الكلام ده، الناس كانت شغاله بدفاتر بقى ورق والكلام ده. جميل، لا النهارده انت بتتكلم على الداتا، فموست لايكلي وذين ايه؟ وذين الانفورميشن سيستمز بتاعتك. طيب فالغرض من الليله دي كلها اللي انا اعمل ايه؟ حاطين عليها بولد اهو،
يبقى الهدف الرئيسي انت ممكن تكتب في الورقه اللي قصادك داتا governance، طلع سهم كده واكتب quality of data. ماشي الحال؟ طيب انا المفروض اقول لك data governance يتبادر لذهني ايه؟ policy يتبادر لذهني ايه؟ يتبادر لذهنك كل حاجه، مش احنا بنقول overall management؟ يبقى يتبادر لذهنك البيبل والبراكتسز والبروسيجرز والبروسيسز والميثودز والانفورميشن تكنولوجيز والانشطه اللي مرتبطه بعمليه المانجنج بتاعت الداتا كاسيت للشركه، والداتا فلو داخل الشركه، واللي هي تكريت لك كونسيستنت وايه وبروبر هاندلنج للداتا بتاعتنا اكروس البيزنس انتربرايز. طبعا انت النهارده ما تخش اي شركه كبيره هتلاقي ان في، يعني احنا على سبيل المثال عندنا دومين بحاله يا جماعه اسمه اف ار ام، ناس مسؤوله عن الريسك مانجمنت. الداتا جوفرنس من 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 اهم الحاجات بالنسبه لها، عمليه اللي هي تعمل كنترول وجوفرنس على اللوكيشنز كلها. فبيبقى في ما بينهم، ما بين بتوع الداتا جوفرنس والاي تي والبيزنس، كولابريشن عالي جدا عشان يضمن ان الداتا كواليتي ارمد. الداتا جوفرنس تعتبر من، او عايزين نقول الدومين ده او الناس اللي شغاله في الشركات مسؤوليتها الداتا جوفرنس، بيبقوا عندهم الكاباسيتي بتاعت اللي هم يعملوا اكسرسايزنج للديسيجن ميكنج والاثوريتي بتاعت الايه، اي ماترز ريليتد للداتا بتاعت الشركه، واللي هي بتعمل امباورنج للاورجانيزيشن عشان خاطر تحمي الكواليتي. اخد بالك كلمه داتا كواليتي دي كل شويه تنط، الداتا كواليتي ستاندرز بتاعتنا الداتا، يعني من اول ما بتبدا مثلا، من اول لما بتاخدها لحد ما تتخلص منها ستيجز. تمام كده، يعني انت تعمل داتا كابتشرنج، تعمل عليها حبه بروسيسنج، وبعد كده تستخدمها، بعد كده ممكن تعمل عليها حبه اناليسز، بعد كده ممكن تعمل لها بابليش، صح، بعد كده ممكن تعمل لها اركايفنج، وبعد كده ممكن تعمل لها ريموفال. اول ما اقول لك داتا سايكل على طول يجي لك في ذهنك ده. ماشي الحال؟ تمام. طيب النهارده بقى احنا بندفع فلوس ليه في الشركه عشان نطبق كل البروسيسز ديت؟ عشان خاطر تضمن الايه، اللي المعلومه افيلابل، وتضمن اللي انت تقدر ايه تستخدمها، ونضمن الانتجريتي والسيكوريتي على الداتا. دي من الحاجات الاساسيه. يبقى تكتب داتا جوفرنس وطلع منها اربع اسهم: افيلابيليتي، يوزابيليتي، انتجريتي. ممكن نكتب الكلام ده ورا بعض عشان تطلع من المحاضره معاك حاجه عشان تسهل على نفسك الايه، ذاكر في المحاضره. ماشي الحال؟ طبعا الداتا جوفرنس مهمه جدا، لان الداتا بتاعت اي شركه تعتبر اسيت مهم جدا جدا جدا. طيب الداتا جوفرنس ستاندردز، انا النهارده المفروض يكون عندي بوليسي وعندي ستاندردز جوه الشركه تضمن لي ان انا عامل جوفرنينج للداتا بتاعتي، من ناحيه مين مسؤول عن الداتا، كل فانكشن تبقى مسؤول عن الداتا بتاعتها. فبنتكلم على الداتا اونرشيب، بنتكلم على الداتا ستيوردشيب اللي هي حته المسؤوليه اللي انت تضمن ان الداتا جوفرنس ريسبونسابيلتي بتتعمل. فانت محتاج برضو ناس تبقى مسؤوله عن الداتا ستيوردشيب. وحته الكاستيديان، مين المفروض يكون في حيازته الداتا في المراحل المختلفة، واستخدام الداتا. اما تيجي النهاردة انت بتأكسس اي انفورميشن للشركة، لازم يكون عندنا بوليسي تحدد ايه استخدام الداتا دي المفروض يكون عامل ازاي. في حاجات ينفع تقولها، في حاجات ما ينفعش تقولها، وهكذا. وطبعا زي ما اخذنا في السيستم كنترولز، الاكسس ايه، الاكسس رولز، ما ينفعش بتاع الفاينانس يشوف كذا، ما ينفعش بتاع الكوميرشال يشوف كذا، وهكذا. طيب دي حاجة جميلة قوي، ده سؤال سيم ايه؟ استاذنكم دقيقة، لحظة واحدة. ايه بقى؟ تبعتوا؟ طيب بيقول لك ده في اتفاق، في اتفاق.
بيقول لك ايه من ده مش موجود تحت الداتا جوفرنس. يعني اخد بالك ده سؤال سي ام اي، اخد بالك جميل يعني اسهل ما يكون الاجابه بي. حد عايز اي فيدباك؟ طيب السؤال ده برضه سي ام اي، عايزين اجابه صاروخيه كده. تمام دي حاجة جميلة والله. طيب أنا بس عندي فضول أشوف حاجة، عايز أعرف تعليق إيه تعليق هوك على الإجابة سي. جميل، أخد بالك هوك بيقول إيه؟ بيقول لك إن الـ Corporate Governance Broader Scope، أخد بالك؟ جميل. طيب ده سؤال دكاترة ويلي مألفينه. هو النهاردة تقريبا الإجابات كلها بي. ها مستر، بس في حاجة بخصوص السؤال اللي فات بعدين. اتفضل. هو دلوقتي بيقول سيم، ما هو في الشرح كان قال سيميلر صح كده؟ هو انا اخترتها بي لان هي الكواليتي، بس هي حته سيم وسيميلر وكده مشابه يعني. اقول لك الاجابه على التساؤل ده ممكن من كذا برسبكتيف يا عاطف. اولا ان الاجابه بي شمس. اما انا اخترتها عشان كده، بس هو برضه جميل. اتفضل. عشان كده انا كان عندي فضول اعرف هوك قايل ايه. فهوك هوك ما انكرش ان هما شبه بعض. هو كل القصه ان هي هاز ا ماتش برودر سكوب. تمام، اخد بالك. لكن في ظل الاجابه بي انا النهارده اجي اقول لك ايه الداتا جوفرنس ايه، واحد ينفع يقول لي هي تعرفها إذا طيب في كنترول، هل كلامه غلط؟ لا مش غلط، كلامه مظبوط. بس لو في حاجة اسمها is quality control for data تجوب بقى. ماشي اوكي، عشان كده اخد بالك من الكلمة دي محطوطة بولد ليه، بتوع السين ميه حطينها بولد ليه؟ عشان تاخد الكواليتي. لا انا مش قصدي كده، بس ده البيست ديسكرايب اللي هو افضل وصف للموضوع. الله ينور عليك. من اصل ان هو كواليتي لا يتحتم ايه بقى منه، انت تختار ان هي كواليتي كنترول. لا يتحتم ان الباقيين دول هم مش بيست، بس لا يتحتم ان هم غلط. ايوه فهمت. تمام، خلي بالك الحته دي هي حرفنه التاليف. تمام. طيب ده سؤال، ده خلاص، ده سؤال اللي بتوع ويلي مؤلفينه. بصوا يا جماعه، اي سؤال اقول لك ويلي مؤلفينه خده على سبيل الايه، على سبيل التدريب وتثبيت المعلومه. اي سؤال بقوله لك ده سؤال سي ام اي، خده على سبيل اللي انت تحط في دماغك استراكشر لطريقه التاليف. مهم قوي دي. تمام. طيب ده سؤال ويلي مؤلفينه. وفي حد مشغل حاجة، لإما يعليها شوية لإما يقفلها. طيب. إيه يا شباب الإجابة إيه؟ مين البشوات اللي سيادتك هتعينهم في الشركة عشان يضمنوا لك
ان الجايد لاينز كلها انفورسد وبتطبق والكلام ده. قلنا الاجابه ايه؟ الاجابه دي. طيب ده سؤال بتوع ويلي مؤلفينه او ده سؤال بتوع ويلي سارقينه. ايه بقى؟ جميل جميل، ممتاز ممتاز ممتاز. ممتاز. في حد مش عارف يحل يا شباب؟ تمام. لا تمام. ايه؟ لا تمام تمام. تمام. طيب. ده سؤال ويلي برضو. ماشي. في حد لسه بيحل؟ حد عايز فيدباك؟ الإجابة إيه؟ حد عايز فيدباك؟ طيب ده ويلي بيهزر. ماشي. جميل. انت عامة اما تتعامل مع اسئلة ويلي كتثبيت للمعلومة هترتاح شوية. عايزين يا جماعة كل يجاوب بس عشان ايه؟ حاول تستفيد من السيشن قدر الامكان. كل لما تجهد عقلك اكتر للقرايه وكده تاكستراكت معلومه افضل. طيب الاجابه بي. حد عايز فيدباك؟ اوكي ده برضو ويلي. بعد اذنك يا مستر، معلش عشان بس انا دخلنا متاخرين سبقتونا انتوا كلمتين بس. هو ايه الداتا جوفرنس دي عشان ادخل معاكم في المود لاني مش فاكر. ابص يا عبد الحميد، الداتا جوفرنس عباره عن كنترول على الكواليتي بتاعت الداتا. حلو، بس بمفهوم اوسع من كده. كلمه جوفرنس اسكوبها اوسع من كلمه كنترول بس كده. الجوفرنس معناها اللي انت عندك بوليسز، بروسيجرز، ميثودز، بيبل، فانكشنز، كل شغلانتها اللي هي تكيب الداتا بالكواليتي المطلوبه على جميع مراحل الداتا. تمام. من اول ما الشركه بتعملها كابتشرنج لحد ما تتخلص منها. ممتاز. تمام. واضح الغرض. تمام. من الليله دي كلها ايه؟ نضمن ان الشباب يقولوا لنا بقى ايه الغرض من الداتا جوفرنس. اضمن ان الداتا ايه؟ افيلابل. افيلابل. يوزابيليتي. يوزابل. انتجريتي. انتجريتي والسيكيوريتي عليها. صح كده؟ ممتاز. برضو هنا السؤال ده احنا بنستفيد منه ازاي؟ اللي انت تعرف ان ده هو احد الديفينيشنز بتاعت الداتا جوفرنس. اما هتقول داتا جوفرنس يتبادر لذهنك ايه؟ بيبل، بروسيسز، انفورميشن تكنولوجي. طبعا ما احنا مش شغالين على ورق بردي. واضح؟ خلينا بس بقى كده.
برضو بيثبت لك المعلومه. شغال معاكم الكلام ده؟ تمام. طيب ايه الفريم وركس المتاحه للداتا جوفرنس؟ طب انا اسالكم سؤال، هو ايه الفريم وركس المتاحه للانترنال كنترول؟ كوزو. كوزو موديل اهو، برضو كوزو موديل هنا، برضو كوزو موديل هنا ماشي، كاطار من اطر الايه الداتا جوفرنس، ما هو اطار من اطر الانترنال كنترول، وستيل كوبيت موجود معانا برضو، وستيل في فريم ورك تاني سيادتك هتشوفه موجود معانا. طيب الغرض من اي فريم ورك اللي هو ينيبل المانجمنت، طبعا لو بتكلم على مستوى شركه كبيره وانتربرايز بنتكلم على الابر مانجمنت، الناس الكبار، ان هم يقدروا ياخدوا قرارات متعلقه ازاي يعملوا مانجنج للداتا، يريلايز الفاليو بتاعتها اصلا، يحاول يقلل الكوست والكومبلكسيتي بتاعت الداتا جوفرنس، ويعمل مانجنج للمخاطر المرتبطه بالداتا، وينشور الكومبلاينس. ده الغرض من الليله بتاعت اي فريم ورك الشركه بتتبناه لعمليه المانجنج بتاعت الكواليتي بتاعت الداتا. جميل. بس الداتا جوفرنس بيقول لك هي مش بس مساله مانجنج للداتا، هي المفروض اللي هي تدي رولز اوف انجيجمنت فور مانجمنت اكتيفيتيز. يعني ايه الكلام؟ يعني انت النهارده محتاج تحط الموضوع تو فورس البروسيسز انتو اكشن، عن طريق اللي انت تعمل تريننج، واللي انت تعمل اوديت، واللي انت تعمل حاجات كتير تضمن بيها ان الامور بت ايه، ان الامور فعلا بيتم تطبيقها. لان موضوع الداتا ده يا جماعه ممكن يجيب لك لايبيليتي كليمز، وممكن يجيب لك مصايب من ناحيه الكومبيتيشن. يعني انا مش عارف انتم متصورين ابعاد الموضوع ولا لا. فهو عشان كده بيقول لك هنا ان الجوفرنس سيستم ده بيحط رولز بتاعه الانجيجمنت للانشطه بتاعه المانجمنت، البلاننج والاورجنايزنج والدايركتنج والكنترول اللي بيتعمله، نبقى واخدين انتو كونسيدريشن الحفاظ على الداتا واليوسج والانتجريتي والسيكيورتي. كلام؟ تمام. الله اكبر الله اكبر. طيب شرق لا اله الا الله. طيب تمام كده. طيب الاجابه دي حد عايز اي فيدباك؟ طيب اول اطار معانا انا طبعا مش هتكلم فيه كتير، لان الموضوع ده احنا عملنا فيه ايه؟ بس عملنا فيه دكتوراه. احنا قلنا ان كوزو موديل مكون من كومبوننتس، بنختصرها في كلمه ايه؟ كرايم. هما قدامك دول الكنترول انفايرمنت والريسك اسسمنت والكنترول اكتيفيتيز والانفورميشن اند كوميونيكيشن، واخيرا المونيتورنج. ماشي الحال؟ فده كده اوريدي اتغطى فين؟ في الانترنال كنترول، فمش هنعيد الكلام. بيقول لك كل دول من الكرايم الا ايه؟ سؤال بقى، بص بتوع ويلي بيهزروا. لا طيب جميل، ده سؤال غريب اصلا مش شغال. طيب الكوبيت ده طبعا كان ليه فيرجنز كتير على مدار سنين طويله. الاختصار بتاعه كنترول اوبجكتيفز فور انفورميشن اند ريليتد تكنولوجيز، اسمه ايه؟ كنترول اوبجكتيفز، يعني الاهداف بتاع الرقابيه
للانفورميشن تكنولوجي. يبقى الكوبيت ده من اسمه كده مهتم قوي بحته الايه الكنترول في انهي اريا الكنترول في انهي اريا بتاعه الانفورميشن تكنولوجي ده من اسمه صح ولا لا؟ جميل. عشان كده بنقول ايه ان هو فريم ورك لحته الجوفرنس والمانجمنت للمعلومات بتاعه الشركه والايه سبيشالي في حته الايه الاي تي انفايرمنت. عشان كده بيقول لك بيدي البيست براكتسز فور افكتيفلي مانجينج كنترولز اوفر اي تي. ممكن دي نخليها بالاحمر كده اوفر ايه اي تي. طبعا لو دخلت على الويب سايت بتاعهم طبعا في كميه مانيوالز وهميه وكميه كلام يعني ممكن تفنى فيه الاعمار. الغرض من الليله دي كلها ان هو يعمل كرييشن وامبلمنتيشن ومينتيننج لاي كنترول مرتبط بايه بالاي تي. واضح كده؟ طيب اذا كده الناس اللي ماسكه المنظمه بتاع زي تريد واي كوميشن كده اللي ماسكين بقى كوبت قالوا لك احنا عندنا 5 برينسيبلز، عندنا 5 مبادئ. اول حاجه هو احنا موجودين ليه؟ لو تفتكر في الرسمه اللي انا رسمتها وانا بشرح كوزو موديل قلت عندي شير هولدر وعندي ايه اوبجكتيف. اي اطار يا جماعه للرقابه؟ هو انت عامل رقابه عشان ايه؟ مش عشان تضمن الاهداف تتحقق؟ صحيح. فبديهيا لازم يكون اول برينسيبل ايه ستيك هولدر نيدز. طيب هنحط الكنترولز فين بقى؟ هنحط الكنترولز على كل حاجه بتتعمل في الشركه، على اي اند تو اند بروسيس بتتعمل. و هن ابلاي سنجل انتجريتد فريم ورك ونعمل انيبلنج لهوليستيك ابروتش يضمن تغطيه جميع الجوانب. ومن الحاجات بقى المشهوره قوي جوه كوبيت ده ان هو جه قال يا جماعه عايزين واحنا بنتكلم على الكنترول والاهداف الرقابيه ان احنا نفصل نعمل ديستينجوشنج ما بين الجوفرنس والمانجمنت. نعمل ديستينجوشنج ما بين مين ومين؟ ما بين الجوفرنس عن المانجمنت. ماشي؟ طيب ايه معنى الكلام ده؟ هتشوفوا حالا. فبيقول لك هنا كوبت مركز على السكيورتي. طب السكيورتي ديت عشان حته اي تي يعني. والريسك مانجمنت الكلام ده اوريدي اتقال فين؟ في كوزو موديل فما فيش جديد. والانفورميشن جوفرنس لانه مرتبط على الانفورميشن بس سبيشالي في اي حته؟ في الاي تي انفايرمنت. ماشي الحل؟ طيب نحل السؤال ده. سؤال سي ام اي. في اجابتين في ثانيه يتلغوا. جميل جميل. الله ينور عليك يا حسين ويا ابو حميد. طيب الاجابه ايه؟ شغال معاكم ولا في حد ما جاوبش؟ جميل. طيب ده سؤال سي ام اي برضو. بس ايه ده؟ ماشي الكلام متشابه قوي زي السؤال اللي فات. جميل. تمام. زي الفل. طيب الإجابة إيه؟ تمام. طب
نحل ده سؤال واقع بتعولي هبدينه، فانت شوف كده هتعمل ايه. الله ينور يا شباب. زي الفل زي الفل. معلش يا مستر، كنت محتاج اعرف هو معقب على سي ايه. ذا اونلي فريم ورك ذات فوكسز اون اي تي. اه من عينيا. بيقول لك كوزو برضو شغال و اي تي اي ال، اول مره اشوف الاختصار ده، و سي ام ام اي. ايه رايك؟ تمام. مش اونلي يعني. خلي بالك موضوع الانترنال كنترول والكنترولز عامه، لو دخلت كتبت في جوجل كنترول فريم وركس طبعا هيطلع لك المشهورين، بس هتلاقي ناس كتير قوي هرت وكل حط اهداف وحط برينسيبلز وحط اوبجكتيفز، كلهم بيحوموا حوالين حاجات معينه بتفاوت الاريا اللي بيركزوا عليها، فاهم؟ تمام. طيب احنا قلنا بقى في حاجه مهمه قوي في كوبيد ده، ان الجوفرنس والمانجمنت بيقول لك ايه، كل واحد فيهم المفروض يكون ليه ديفرنت اكتيفيتيز. يعني الناس بتوع الجوفرنس دول المفروض يتبادر لذهنك انهي ناس في الشركه، الاوبريشنال مانجمنت ولا مين؟ لا الناس بورد اوف دايركتورز. انت بتتكلم هنا على بورد اوف دايركتورز، جميل، اندر ذا ليدرشيب بتاعت ايه اللي تشير رئيس مجلس الاداره. طيب الغرض ده بقى مجلس الاداره والجوفرنس تركيزهم ايه واحنا بنتكلم على كوربريت جوفرنس؟ ان هم ياكتوا الانترست بتاعت مين؟ الشير هولدر. الشير هولدرز، عشان كده على طول من اولى اولوياتهم الستيك هولدرز نيدز. طبعا هنا سكوب اكبر، الستيك هولدرز نيدز كلهم المفروض يتاخد هنا على مستوى الانتربرايز، على مستوى الشركه بكل فروعها. الناس الكبار دول ياخدوا بالهم من الجوفرنس على الداتا وعلى الكنترول على الاي تي انفورميشن تكنولوجي اكروس الانتربرايز كلها. واضح الكلام؟ طيب المانجمنت هنا بقى ده مسؤوليه الناس اللي تحت البورد على طول، اللي هم الاكزيكتيف ايه مانجمنت. تحت مين؟ تحت اللي تشيف اكزيكتيف اوفيسر. ماشي الحال كده. طيب الاداره هتعمل ايه؟ هتعمل بلاننج وهتعمل اورجانيزنج في مرحله البيلدينج والران ومونيتورنج اكتيفيتيز بيزد على الدايركشن اللي اتحط عن طريق مين؟ الناس اللي ايه اللي ماسكين الجوفرنس بادي اللي هم البورد اوف دايركتورز اللي هم دول. ماشي، عشان خاطر ايه؟ يحققوا الانتربرايز اوبجكتيفز. واضح الكلام؟ يبقى الناس الكبار على طول الستيك هولدرز نيدز بيتكلموا على حاجات على مستوى عالي جدا، الاجريد اوبجكتيفز على مستوى الانتربرايز، المانجمنت اللي هي الاكزيكتيف مانجمنت السي او والناس اللي تحته، دول بقى بيخشوا يعملوا البلاننج والبيلدينج والرننج والمونيتورنج وهكذا. ده ويلي.
تمام. الإجابة إيه؟ تمام. بيقول لك إيه الألتيميت جول للداتا جوفرنس فريم ورك؟ أي فريم ورك الهدف الرئيسي بتاعه إيه؟ أو الألتيميت النهائي بتاعه إيه؟ سواء كوزو بوزو مش قصتنا. تمام. الله ينور يا شباب. الإجابة دي واضح الكلام؟ طيب السؤال ده برضو ويلي. يا شباب الله ينور يا أستاذ عاطف يا أستاذ قبيل الله ينور يا عمر أحمد تمام عبد الحميد تمام. الإجابة سي يا شباب. الإجابة سي. الفريم ورك مش بس بيمانج الداتا بيديك جوفرن سيستم للرولز بتاعت الانجيجمنت بتاعت كل الناس اللي في الشركة المانجمنت اكتيفيتيز. واضح؟ ممكن نعرف دي غلط. دي؟ اه. دي غلط ليه؟ upper management dictates all data governance. تمام. بيقول لك ده incorrect. many enterprises implement a data governance framework from the top down but often keep existing policies and practices in place that support the stated framework objectives and activities. بيعملهاش replacement يعني. ماشي. انا ما برهقش نفسي قوي اصلهم اصل هو بيعمل ايه اللي بيألف السؤال. يقعد يألف إجابة يحط فيها بوسة يحط فيها كلام فاهم مش هو البيست يعني. ما انت في الاخر برضو محكوم بكلمة بيست. اه تمام. بس هي برضو زي ما انا بقول الاسئلة بتاعت ويلي ثبت معلومتك اهم حاجة تخرج بمعنى للهدف من الفريم ورك ايه. ده سؤال برضو ويلي. هو هنا هو هنا الأبر مانجمنت اللي يعني اللي عرفه المفروض ما بتدخلش في حتة ان هي بتحط بقى التفاصيل الصغيرة او ديديكيتد لقول داتا جافرنس والكلام ده كله ما ملاش دعوة يعني. هو اعتقد في الاف دي أبر مانجمنت ديكتيتس اول داتا جافرنس فريمورك انيشيتيفز. اصل خلي بالك كلمة اول هنا اول انيشيتيفز مش ميك سنس ان هم يبقوا في كل الانيشيتيفز انفولفد. تمام مش 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 ميك سنس فاهم قصدي. بس على حسب تمام. تصورنا للموضوع على حسب تصورنا يعني هم لو انفولفد يبقى غلط يعني لو في انيشيتيف هيأثر على الـ على الانتربرايز هيبقوا انفولفد فيه. تمام. لو انيشيتيف على مستوى اوبريشنال مش هيبقوا انفولفد فيه فاهم. تمام طيب ده ايه ده؟ ده سؤال ولي برضو. ده سؤال عبيط يعني الديستينكشن ما بين ايه وايه في الكوبيت ده يعني ما ايه
طيب الاجابه ايه يا شباب؟ احنا الكلام ده فيري ستريت فورورد. طيب احنا السؤال ده حليناه ولا انا بتالي؟ حليناه يا فندم، وانا قلت سي غلط لي. تمام، يبقى ده دليته بقى. طيب الداتا لايف سايكل، الداتا لايف سايكل، طيب انا هقول السلايد ده بعد كده ونحل السؤال ده كده ونصلي ونرجع على طول. الداتا لايف سايكل يا جماعه جواها الفتره اللي بتنقضي من اول ما انت بتكريت المعلومه اللي هي الداتا ايه؟ الداتا كابتشر، جميل؟ وبعد كده بتخزنها لحد اما تبقى مش محتاجها وايه؟ وتتخلص منها، بنسميها بارجت. ماشي الحال؟ طيب الستبس اللي قدامك ديت او الستيجز ديت ممكن الداتا تمر فيها كذا مره وممكن ما تمرش على واحده فيهم، مش شرط تمر على كل، فيعني مش شرط، ومش شرط تبقى بنفس الاوردر، لكن اللي قدامك ده الاوردر الطبيعي، الاوردر الايه؟ الطبيعي. ممكن تطلع بقى ورقه كده وتكتب، يعني السلايد ده مهم قوي تتصوره. اول حاجه انت بتعمل داتا ايه؟ كابتشر، يعني بتدخل معلومه قديمه ولا جديده في الشركه؟ معلومه جديده، جميل. نيو داتا فاليوز مش موجوده قبل كده عندنا. بعد كده بتعمل لها بروسيسنج اللي هو الداتا ايه؟ مينتنس ايكوال بروسيسنج، مينتنس ايكوال بروسيسنج، جميل. البروسيسنج بيحصل على الداتا قبل ما يبقى طالع منها اي فاليو، جميل. زي كانك بتعمل مثلا انتجريشن للداتا اللي عندك، يعني الداتا مينتنس معناها بروسيسنج، احد امثلتها الانتجريشن. الداتا ساين سايزز هي ابتدينا بقى ايه؟ نيو داتا فاليو، ابتدينا نطلع نيو ايه؟ نيو داتا فاليو، جميل. مين بعد كده هيستخدمها؟ هنبتدي نستخدمها كيوزرز، اللي انت بقى بتابلاي الداتا على تاسك معينه عندك كانك في سيستم مثلا. وبعد كده في عندك مرحله اسمها داتا اناليتكس، اللي انت تمسك الداتا دي وتقعد تعمل لها ايه؟ اناليسيس، عشان توصل بميننجفول انفورميشن تعرف تاخد بيه قرار. واضح؟ داتا بابليكيشن تطلعها، اركايفل تعمل لها اركايفنج، واخيرا تعمل لها بارجنينج اللي انت تتخلص ايه؟ تتخلص منها. واضح الكلام؟ طيب نحل السؤال ده، سيبوا لكم لحظه واحده. طيب هو سؤال عامه عبيط، مش محتاج نسيب له وقت. ده سؤال سي 100 يا شباب. السؤال ده سؤال ايه؟ سؤال سيم ايه؟ اوكي زي الفل. طب ممكن استاذنكم كده 10 دقايق ونكمل تاني؟ نصلي مصر ونرجع تاني. اوكي ماشي. السلام عليكم. سلام. ممكن بقى كده في الورقه اللي قصادك هنمشي على واحده واحده، يعني احنا كده معانا كم مرحله هنا؟ 1 2 3 4 5 6 9 8. حلو الكلام. عايز كيوردز معينه في كل مرحله تبقى واضحه في ذهنك، هي اصلا المفروض الموضوع لوجيك. فانت في الورقه اللي قصادك كده هتكتب داتا كابتشر، وهتكتب جنبيها ايه؟ كرييتنج نيو داتا ما كانتش موجوده في الشركه قبل كده. واضح كده؟ طيب بعد كده ممكن بقى تسيب كام سطر كده. داتا مينتنس هتكتب ان مينتنس ايكوال بروسيسنج، الاكزامبل بتاعها مثلا انتجريشن للداتا. داتا ساين سايزز اللي انت بتكريت نيو فاليو، بتكريت نيو داتا فاليو،
ماشي جاي لك من الداتا مينتنس، جاي لك من البروسيسنج يعني. بعد كده طلعت نيو فاليو هتعمل بيه ايه؟ هتحطه في ابلكيشن عشان تشتغل تعمل تاسك معينه، تفوتر عميل، تشتغل على ابلكيشن معين عندك للسيلز، اي ما يكون. بعد كده ممكن تعمل الداتا اناليتكس بحيث ان انت تستفيد منها بانفورميشن تفيدك في اتخاذ الايه، في اتخاذ القرار. بعد كده ببليكيشن اركايفال ايه وبارجنج داتا. هنمشي بقى على واحده واحده كده. الداتا كابتشر قلنا ان هي بروسيس بتكاري نيو داتا مش موجوده قبل كده. ممكن الكلام ده يحصل عن طريق اللي انت مثلا بتخش في تعاقد معين، بتخش في كونتراكتس معينه فبتطلع منها مجموعه من بتكابتشر داتا جديده. ممكن البرفورمانس الطبيعي بتاع الموظفين وهم بيدخلوا داتا انتري على السيستم، ده يعتبر احد اشكال الداتا كابتشرنج. وطبعا بيحتاج اللي انت يبقى عندك جوفرنس على الحته ديت بالانبوت كنترولز بقى والحاجات اللي عدنا نحكي فيها. او لو انت شغال بباركودز او سنسورز معينه بتقرا الداتا، فده برضو احد اشكال السيجنال ريسبشن، ده احد اشكال الايه اللي انت تدخل الداتا للشركه بتاعتك وتعمل لها كابتشرنج. بس محتاج برضو اللي انت تركز على الايه الكنترولز فيها برضو. يبقى الداتا كابتشرنج ممكن يحصل بكذا شكل مختلف. طيب عملنا كابتشرنج للداتا، هل هينفع تستخدمها؟ لا مش هينفع تستخدمها، بتمر بمراحل. بعد الكابتشرنج بيحصل ايه؟ مينتنانس، بيحصل بروسيسنج للداتا عشان تطلع منها ايه. ده بيقول لك قبل ما تطلع منها اي فاليو. الاكزامبل بتاعه قلنا الانتجريشن. طيب بيقول لك داتا مينتنانس كان بي ديفايند از سبلاينج داتا تو داتا ساين سايزز. يعني ايه الكلام؟ يعني المينتنانس هياخد من الكابتشرنج يودي فين؟ المرحله اللي بعده الساين سايزز ديت. ماشي، وبالتالي نقدر ايه نستخدمها. فبيقول لك allow data sign sizes and data usage. الداتا مينتنانس هي اللي هتسمح بالمراحل الايه اللي بعد كده في اللايف سايكل بتاعه الداتا. بيقول لك a governance issue is determining how best to supply the data to the stages at which data sign sizes and data usage occur. يعني في كل مرحله من مراحل الداتا لايف سايكل انت محتاج داتا governance عليها. طيب وانت بتعمل داتا كابتشرنج، هل الداتا يوزابل؟ لا، دي انت لسه بتعمل لها انترنج ولازم يتعمل لها بروسيسنج. يبقى احنا لازم نمر بالكابتشرنج والمينتنس عشان ينفع تبقى ايه يوزابل. طب ايه الاشكال اللي بتتعمل هنا بقى في الداتا مينتنس؟ بيقول لك هنا داتا از نوت يوزابل ديورينج ذا كابتشر اند مينتنس ستيجز، عشان الداتا بتبقى ستيل ايه بندخلها على السيستم ومحتاج يتعمل لها مينتنس، يعني يتعمل لها ايه بروسيسنج. البروسيسنج ده بياخد اشكال كتير، ممكن تعمل كليننج للداتا، سكرابنج، بروسيسنج من خلال تعمل اكستراكت ترانسفورم لود اللي انت تاكستراكت من سيستم وتلود على سيستم تاني، او ترانسفورم الانستراكشرد داتا، الحاجات الداتا الغير منظمه تماما تخليها في شكل ايه استراكشرد للانفورميشن سيستم بتاعك. واضح كده؟ طيب الداتا ساين سايزز كاتب جنبها انا ايه مهم جدا؟ نيو فاليوز على طول. يبقى انا دخلت كابتشرنج من مينتنانس، وبعد كده هنبتدي نطلع بنيو فاليو. ماشي، كلمه ساين سايز كلانجويج معناها اللي انت بتكومباين ديفرنت ثينج عشان تعمل حاجه جديده. لقيت الفكره؟ يعني انت عملت كابتشرنج، عملت بروسيسنج، الساين سايز زي ايه هيلمهم مع بعض عشان يكريت نيو داتا. خلي دي بس كلمه كرييشن نيو داتا دي نخليها بالايه باللون الاحمر كده. ماشي، طيب الداتا ساين سايز بتشتغل بتولز كتير جدا، منها الاستاتستيكال ميثودز. ماشي، ذات كومباين داتا فروم ميني سورسز، او تيستينج بتعملها تيست ان اوردر تو اوبتين بيتر اوفرول استيميت، او تو انسر كويستشنز ممكن تتسال. فاحد الاشكال في التولز بتاعتها الاستاتستيكال ميثودز، وحاجه اسمها اندكتيف لوجيك. حاجه اسمها ايه؟ اندكتيف لوجيك. ماشي، بيقول لك تو درايف انفورميشن فروم داتا بروفايدد باي مينتنس بروسيس. انا حقيقه دورت على المعنى بتاع كلمه، انتوا عارفين يعني ايه اندكتيف لوجيك؟ لا
هو inductive فيه تقريبا سببي صح كده بالعربي؟ حد كده يشوف لنا يا شباب في السريع inductive معناها سببي يعني استقرائي. استقرائي؟ منطق استقرائي ماشي شغال. هو بيقول لك to derive information from data provided by the maintenance process. يعني ايه الكلام؟ يعني عاطف كل يوم بيخدم عندك. بتخدم يا عاصم؟ يا عاطف؟ نعم بتخدم الشغل الصبح بتخدم؟ بالفينجر يعني برينت؟ لا ما بعد الكورونا ما بناش بنعمل كده. ماشي في العادي اوكي. عندك حتى بايومتريك فيس ريكوجنيشن اي حاجه؟ في دلوقتي الاندكتيف لوجيك كل يوم بيلاقي عاطف مع مثلا ميعاده 9 بيجي 9 فالاندكتيف لوجيك يقول لك خلاص الراجل ده بيجي اون تايم على طول بسبب تكرار الايه المجيء في الميعاد يعني. طيب فيجي يقول لك بعد كده ما يجي هيجي في الميعاد. الداتا ساينسايزز يوزز الاندكتيف لوجيك عشان خاطر تدرايف الانفورميشن من الداتا اللي جات لها منين؟ من الساينسايز من الـ من مينتنس. طيب اليوسج بقى انا كاتب جنبيها ايه؟ ابلكيشن. يعني ايه ابلكيشن؟ اي ابلكيشن عند سيادتك زي الكاستمر ريليشن شيب مانجمنت زي الفوتره البروسيسنج بتاع الانفويسز اللي انت تبعت البي او للفندورز ده يعتبر انت بتستخدم داتا وبتبعتها بتستخدمها يعني بتدخل الداتا انتو اكشن يعني واضح؟ بتدخلها على تاسك معينه انت بتعملها. طيب الداتا يوسج مشكلتها ايه بقى؟ اما انت هتبتدي هنا تابلاي الداتا هيبقى عندك اكتر حته فيها تشالنج بالنسبه لك في الجوفرنس اكتر من اللي في الداتا كابتشر اكتر من لانك انت ممكن تعمل كابتشرنج الحاجه وما بتيجي عند استخدامها الاستخدام ده يلبسك في الحيط. انتوا فاهمين؟ واضح؟ طيب ازاي؟ يعني الداتا كابتشرنج انا ممكن النهارده يكون عندي سوفت وير بيكابتشر داتا بتاعت العملاء بشكل رهيب بس انا استخدمها بقى واستخدمها في ايه؟ اخد بالك؟ اخد بالك من المعنى؟ تمام. المعلومات مثلا السوفت وير اللي احنا بنحطه على اي جهاز موبايل بتاعنا جوجل بتكابتشر ايه منك؟ الاسم والهوبس بتاعتك والحاجات كل حياتك كل حياتك الايفون بيطلع دلوقتي معلومات حساسه ما اعرفش ايه هي دي ايه؟ الايفون ما تدخل على لما تدخل على الفيسبوك وبياخد منك ايه فالايفون بيحدد لك بيقول لك معلومات حساسه كاتب كده فعلا معلومات حساسه اسمك الثلاثي الداتا كابتشرنج ده محتاجين يكون فيها عليه جوفرنس بس اليوسج بتاعت الداتا دي بقى ايه ظروفها اخدت بالك من المعنى طيب احنا قلنا نمشي كده بالترتيب يا جماعه احنا قلنا ايه في الاول كابتشرنج بندخل حاجه مش موجوده بعد الكابتشرنج ايه maintenance بعد الكابتشرنج maintenance equal processing equal او اكزامبل بتاعه بتعمل انتجريشن لايه للداتا بعد كده من البروسيسنج بننتقل للايه ساين سايز ده معناه ان سيادتك هتكومباين حاجات تطلع نيو فاليو بتستخدم هنا حاجتين statistical و لوجيك بعد كده انتقلنا بقى للايه داتا بتاخد الداتا تحطها في الابلكيشن بتاعك بيرفورم تاسك معينه وده هنا عندنا ايه كونسر طيب ممكن بقى تعمل داتا اناليتكس خلي بالك داتا اناليتكس ده موضوع كبير خد بالك ماشي ده موضوع كبير الداتا اناليتكس او البروسيس اللي انت تجذر وتعمل اناليزنج للداتا عشان تطلع حاجه ايه meaningful information نقدر ناخد بيها قرار ماشي طبعا البيزنس بقت مور تكنولوجيكالي سوفيستيكيتد فالكباستي بتاعت اللي انت تجمع داتا بقى ومفهوم البيج داتا ونعمل داتا مايننج والحوارات اللي هنشوفها الحصه الجايه ان شاء الله ماشي الحال طيب
فالداتا اناليتكس عشان نطلع meaningful information نكرييت نيو انفورميشن اند جينيريتنج بزنس انسايت اند جينيريتنج بزنس ايه انسايت. طيب الداتا اناليتكس معناها ايه؟ معناها سكيلز تكنولوجي. اصل خليني اقول لك على حاجه، هو الموضوع كومباينيشن، يعني انا مش عشان جبت سوفت وير شاطر قصدي سوفت وير محترم اقدر يبقى عندي ديسيجن ميكنج لازم يكون كويس. واضح طبعا. عشان كده ما بييجوا يكلموا على الداتا اناليتكس بيقول لك ان لازم يكون في عندك اصلا ايه، عندك سكيلز وعندك تكنولوجي وعندك براكتسز، ماشي الحال، عشان تعرف البس بيرفورمانس عامل ازاي وتعرف اللي انت درايف البيزنس للايه للكوريكت دايركشن. واضح الكلام؟ طبعا انا قلت لك لما تيجي تتكلم على الداتا اناليتكس الموضوع كبير، بيحوي البيزنس انتليجنس والداتا مايننج والاناليتيكال تولز والداتا فيجواليزيشن. عشان كده هنا بنقول لك فيجواليزنج داتا زي انتربريتيشن. طبعا تسمعوا عن الباور بي اي اللي عاملاه مايكروسوفت؟ لا انا ما اسمعش يا مستر. ما تسمعش عن باور بي اي ده؟ لا ما نعرفوش. معظم البيزنسز دلوقتي يا جماعه شغاله بالباور بي اي، ما حدش بقى بيعمل جرافس على اكسلايا والكلام ده. انا مستغرب قوي اللي هو زي الفيزيو مثلا كده. زي الايه؟ لا الفيزيو انت اللي بتعمله بايدك. زي الايه معلش كده؟ ايه زي الايه؟ فيزيو. طيب ثانيه واحده اوريكوا حاجه في السريع كده. فيزيو اللي بتعمل بيه الاورجانيزيشن الشارتر يا مستر. بصوا كده انا دخلت كتبت ايه؟ باور بي اي داشبورد باور بي اي. ماشي حاجة سريعة كده بس كل يا جماعة البيزنسز دلوقتي شغالة كده خلاص. أنا عايز أوريكم شكل كده من الأشكال اللي احنا بنعملها في الشركة. يلا ممكن نخش هنا في الايه الايمجز كده نجيب لك حاجة من الحاجات اللي ايه اللي بنعملها على طول احنا. كارد الباور كويري زي الباور كويري وبيطلع الداتا بشكل سهل جدا للتوب مانجمنت. شارتهم شارتس بقى وحاجات شيك قوي. اخدين بالكم اهو ده بقى ده اكزاكتلي اللي عندنا في الشركه نفس الطريقه دي بالظبط كده. يبقى البي ان دي ال بتاعه الريجن كله والفاريبل والفيكسد كوست قد ايه، الاج ان دي قد ايه، الهيد كاونت مش عارف، وبقى سنين طويله ورا وهكذا. ده يعني اسمه داشبورد. اسمه ايه داشبورد؟ بالاسم الموجود البارامترز بتاعه ايه بال بتقول يا عم موجود بالاكسل موجود. انت بتاكستراكت من الاكسل عليه صح؟ لا بتكرييت تشارتس تماما يعني. كل التشارتس موجوده في الاكسل طبعا طبعا، بس الاشكال اللي انت بتاخدها من الباور بي اي جريد اعلى بكتير قوي. غير كده السهوله جدا في الفلكسبيليتي فاهم يعني. مستر الباور بي اي ده برضو ضمن المايكروسوفت صح كده؟ والله مش عارف يا عاطف المعلومه دي معلومه سهله جدا. مايكروسوفت يا ريس تبع ايه اللي عاملاه؟ تبع مايكروسوفت. احنا عندنا اوريدي متسطب يعني احنا شاريينه، بس انا الحقيقه ما كان نفسي اخش جواه بس مش لاقي وقت الحقيقه. تمام. بس هو عندنا بيتعمل اوريدي يعني، هي كارجل اوريدي بتعمله فاهم. عندنا ميدس تيم ده بيعمل بيشتغل بيه كل الشغل بتاعهم يعني. بس بعت لنا اليوزر بتاعك واحنا نستخدمه يا مستر عادي حبيبي. طب ما تخش تصرفه. طيب احنا قلنا ايه؟ تمام. يبقى انا دلوقتي في حته الداتا اناليتكس دي بكريت نيو انفورميشن. خلي بالك الداتا اناليتكس مرحله قويه شويه. معنى ايه؟ ان انت بتبقى عايز توصل لانسايتس معينه توصل للشركه. يعني بيعملوا الهري ده كله ليه؟ عشان اجي اقول احنا محتاجين نعمل كذا فاهمين. بندرس الهيستوريكال عشان نوصل لقرار بالمستقبل. طيب بعد كده الداتا بابليكيشن معناها ان انت بتخرج الداتا بره الاورجانيزيشن. طبعا هنا الجوفرنس ايشوز مهمه جدا. انت مثلا بتبعت العميل اكاونت ستيتمنت، بتبعت لحد حاجه او بتبعت حاجه فيها فيوليشن في حاجه انت ممكن ما تعرفش ترجع في كلامك بعد ما انت وديتها يعني. عشان كده موضوع
الببلشنج ده موضوع ريسكي شوية. الداتا أركايفل معناها اللي انت بتخلي بالك عشان هنا ممكن المعلومة يتبادر لذهنك معنى معين في دماغك مختلف شوية عن المقصود هنا. الداتا أركايفل المقصودة هنا اللي معناها ان انا بعمل ريموفل للداتا من البرودكشن انفايرومنت. واضح المعنى؟ تمام. باك اب يعني ولا طيب هو الباك اب انت بتاخد باك اب مثلا على تيب او حاجه هتشيلها كستورج ماشي بس مش عايز اقول ايكوال ماشي انت هنا بتشيل الداتا من البرودكشن انفايرمنت الاكتيف انفايرمنت وبتعمل لها ستورج في حاله اللي انت محتاجها في المستقبل يبقى معناها بقى ان الحاجات اللي معمول لها اركايفل هيخش عليها بروسيسنج لا لا هيخش عليها يوسج لا اخدت بالك مش هينفع تعملها يوسج مش هينفع تعملها بابليكيشن احتاجت الداتا ديت لازم ايه تريترايف الداتا دي عشان ينفع تشتغل عليها واضحه كده تمام طيب البرجنج او البرجنينج بيحصل في نهايه اللايف سايكل بتاعه الداتا اللي انت بتريموف كل الكوبيز بتاعه الداتا من كل الايه من كل اللوكيشن ماشي ففي اللحظه دي هتبقى يوزابل نو لونجر لا طبعا مش يوزابل في مرحله الاركايفنج ولا في مرحله الايه البرجنينج دي طبعا الريتينشن بوليسي بتاعه الشركه لازم تتعمل اخده في الحسبان اي ريجوليشن موجوده يعني يعني هنا بيقول لك ايه فور اكزامبل ذيس بوليسي شود انكلود جوفرمنتال اند ريجوليتوري تايم فريمز فور داتا ريتينشن يعني مثلا مصلحه الضرائب بتطلب ان انت تعمل ريتينشن في حاله ان هم هيفحصوك يعني فور انترنال داتا داتا that has not been accessed for a period of 10 years is barged for example انا مش فاكر عدد السنين في مصر كام والله طيب نحل السؤال ده سؤال سي ام اي هذا سؤال سي ام اي وهي السؤال ده تمام عملته ايه بقى ده شغل عالي ده شغل عالي في واشنطن دي سي معانا كمان طيب الاجابه دي واضح جميل قوي ده سؤال ويلي طيب تمام الإجابة إيه؟ تمام يا شباب نحل السؤال ده ده سؤال أبدولوجي من عند ويلي بس شغالة تعرفوا تحلوه يعني بس يعني راجل أحلامه جميلة يعني. حقك اللي يحل السؤال ده غلط يعني ماشي شغال معايا مش مشكلة هو سؤال أصلا مريب الله ينور يا حسين الله ينور يا أستاذ أحمد تعودتوا تقريبا على الهبد بتاع ويلي أنا هبيدة قدامي يا ريس
بيقول لك ايه الخاصيه الاساسيه اللي بتحدد الداتا اللي هي المفروض تكون في الداتا كابتشر، اللي هي حاجه مش موجوده عندنا، صح؟ صح ولا تمام؟ بيقول لك على الاقل تكون داتا مختلفه عن اللي عندنا. هو ده السؤال. ماشي، حد عايز اي فيدباك في العجن ده؟ لا زي الفل. طيب ايه اكتر حاجه تقلقك كتشالنج في الجوفرنس؟ كيف يا استاذ عمرو؟ كيف الداتا اناليتكس دي ايه زي ما انت عايز، ما انت عمال تحلل. احنا خوفنا من ايه؟ لا طبعا مش خوفنا، اللي احنا مش اكتر كونسرن عندنا في ال، مش اكتر تشالنج في البارجنينج، لا في اليوسج يا شباب، اليوسج. ماشي الحل؟ ماشي الكلام؟ مظبوط. شو ما كانوا قاعدين راجل في المحكمه عمالين يعذبوا فيه عشان الداتا يوسج ولا الداتا كولكشن؟ هو تقريبا بيعذبوا فيه عشان كل حاجه. طيب يعني اللي قال الناس ايه اليوسج، خلي بالك سي الناس اصلا ايه المعلومات بتاعتها. وتشوف زفلوك ده سؤال ويلي برضو، بيقول لك ايه من الفانكشنز ديت بيدرايف الفاليو فروم داتا بروفايدد باي مينتنانس؟ يعني مين بعد المينتنانس؟ ثاني سايزز. الله ينور عليك، تمام، ثبت لك معلومه كويسه. طيب عايزين حاجه بس ديسكرايب مينتنانس. ماشي، جميل جميل، سؤال عبيط، سؤال ويلي بيثبت لك بيه معلومه برضه، شغال تمام، الله ينور عليك. الاجابه ايه يا شباب؟ واضح الكلام؟ طيب طب ده جميل قوي، ده عايزين اجابه صاروخيه. انا هسال سؤال، كلمه ريموفال هل تعتبر كي وورد في الاركايفنج؟ لا. ايوه هل تعتبر كي وورد في البارجنينج؟ صحيح، بس الاولاني ريموفال منين؟ من اكتف، من الاكتف انفايرمنت اللي هو الايه الاركايفنج، لكن البارجنينج ده بره. تمام، واضح الكلام؟ واضح. طيب ماشي، ده ويلي برضه بيتسلى، بس السؤال شكله جميل يعني. يوزرز ماست بروفايد كونسنت اني تايم والداتا ماست بي ديليتد اول كوبيز اوف داتا ماست بي بروتكتد. في حته البابليكيشن اللي انت تبعت حاجه لحد، الرعب فين؟ الرعب فين؟ اما انت بتبعت ايميل بالغلط بتخش تعمل ايه في الاوتلوك بتاعك؟ له ريكفر، بتصرخ صرخه مدويه وبتسال اللي جنبك واحنا بنعمل له ريكير بسرعه، يعمل له ريكول ازاي من اي حته؟ صحيح.
اكتر حاجه سخيفه دي. طيب ايه دي الاجابه دي؟ تمام. وبرضه بتبان لنا في الاوديت اما تبعت مثلا حد يروح بعت الاوديت حاجه فاهم مش عايز يبعتها تفتح عليك اسئله ايه بقى؟ عليك ابواب كتير. يعني ده سؤال مرتبط بالأجزاء اللي هندرسها قدام بس الشباب قبيل جابوا من قفاه. هي مرحلة اللي انت تعمل كلينسنج للداتا ده مرحلة أولية شوية يعني مرتبطة بالمينتنانس والبروسيسنج ماشي. لكن ده مرحله الداتا اناليتكس دي بقى اللي انت معاك خلاص كده داتا متروقه وبتعمل لها اناليتكس فاهمين الاجابه بي يعني انتربريتيشن. دي ايه يا دكتور ماشي؟ تفسير تفسيرات يعني بتفسر الداتا عشان تطلع مينينجفول انفورميشن. تمام. ده سؤال سي ام اي. اخدين بالكم من طريقه التاليف يا جماعه؟ واحد بقى بيخليك في الامتحان ايه عينيك تحول. اخدين بالكم داتا فلوس ثرو ايتش. اخد بالك في حاجات ينفع تستبعدها بسهولة صح؟ اه يعني ممكن اسهل اسهل حاجة تتلغي سي إيه؟ سي وايه؟ احنا قلنا ان هي مش شرط في الاوردر فايه وسي رايحين بره معنا بي ودي. دي بتقول لك داتا فلوس ثرو ايتش ستيج اكزاكتلي وانس ولا مالتيبل تايمز؟ مالتيبل تايمز. مالتيبل تايمز مش قلنا كده؟ صحيح. تمام. يبقى الاجابه هي سبيسيفيك اوردرز. دي مش المفروض ان انا مثلا يعني هعمل المينتنانس بعد ما اخد كابتشرنج ولا ايه؟ لا عايز اقول لك ايه، انت ممكن تنط حاجه مش شرط الاوردر. اه فاهم. تمام مش شرط الاوردر. طيب نخش على الريكورد ريتينشن. يقول لك اي شركه لازم يكون عندها بوليسي تكون دوكيومنتد ان احنا نحتفظ بالايه بالريكوردز بتاعتنا ماشي. البوليسي دي بقى يا ريت سيادتك تقول لنا المده الداتا هتحتفظ بيها قد ايه، هتحتفظ بيها ازاي، هتحدد الداتا دي ازاي، هتعمل لها ريترايفنج ازاي، تعمل لها اكواد بقى تتصرف وازاي هتعمل لها اركايفنج، وتحدد برضو امتى وازاي الحاجات دي هتعملها في الاخر ايه ديستروينج او شريدنج بقى. واحد يقول لي طب هو ليه بيعملوا كده؟ لاني طبعا الشركه ما بتكبر عشان تحتفظ بتو ميني ريكوردز، محتاج طبعا يعني مخازن بقى تشيل الدوكيمنت بتاعتنا احنا بس كفايه كاداره يعني. وحتى الايميلات دلوقتي احنا بقى لنا سنين في كارجل، الايميل عشان يزيد الجيجاز بتاعته لازم تاخد ابروفال من هاير ليفل، فبيجبرك اللي انت برضو حتى على مستوى الاركايفنج بتاعك تقلل عشان الكوست. طيب الحاجات اللي المفروض اي بوليسي تعملها ادريسنج ايه؟ مساله الريترايفنج، ازاي الناس يقدروا يعملوا ريترايفنج للداتا، ازاي تلوكيت الريكوردز بتاعتك بسهوله، ما ينفعش يكون عندك فحص مثلا وما بتعرفش توصل لاي فايل. تاني حاجة لو في عندك البلد عاملة ريجوليشنز معينة اللي انت تحتفظ بالعقود او كده، لازم البوليسي بتاعتك او الحاجة اللي الناس بتوع الضرائب لازم البوليسي بتاعتك برضو تكون بتميت الايه
اللوز والريجوليشنز. طيب الكلام ده بيتعمل ايه؟ طبعا الكلام ده عندنا ليه يا جماعه تريننج كورسز بيجي لك مانداتوري تتفرج عليها عشان خاطر يعني يضمنوا اللي انت اخذت الايديوكيشن والتريننج المطلوب عشان يضمنوا اللي انت بتطبق الايه البوليسي. وعندنا التريننج يا جماعه مش عندنا التريننج انتر اكتف جدا، يعني لو انت عايز تكروته هتحل غلط وهي هترجع تعمله تاني، فبيبقى يعني حاجات ما فيهاش هزار يعني. ماشي، ده بقى أسئلة ويلي least important. ايه اقل حاجة least important بالنسبة لك وانت بتتكلم على retention policy؟ البروسيسنج مؤكد صح ولا لا؟ طيب سؤال سهل ده. طيب تمام الإجابة دي تمام. طب ليه مش سي يا مستر؟ معلش عشان بيقول لك جريتست، هو ما قالكش التانيين دول فاهم رميهم في الزبالة. واضح انت بس, هو بس عايز تعلي على ايه؟ قول لي عايز تعلي على ايه؟ انهي واحدة فيهم؟ اللي هو لما اعمل ريفيو للبروسيس للبوليسي والحاجات ده هيبقى افضل، افضل من ان انا اعمل ايه؟ خلي بالك من حاجة، كلمة إفكتيف يعني بتأشيف الأوبجكتيف، تفهم؟ يعني أنت مثلاً يعني أنت مثلاً تيجي تقول في البوليسي أنا مثلاً برا الموضوع ده أنا محتاج إمضتين على مبلغ فوق كذا ماشي مثلاً، تمام؟ فأنت عمال تراجع في البوليسي، لا أنا عايزك تضمني إن الناس عارفاها عشان تبقى إفكتيف عشان تتحقق. وفي حاجه هنا برضو يا ريس عايز اقولها، هو بيقول once a policy is approved يعني خلاص البوليسي خلاص approved، ايه اللي بعد كده؟ and are in place. جميل جميل شغال والله، الله ينور عليك، انا بصيت لها من تحت يعني ممتاز. ممكن يبقى لعلمك ده تعليق ويلي برضو periodic review. لا جاوب زي ما انا جاوبت. مش هتفرق. بس لا كويس اللي انت خدت بالك، صح هي ابروف، بس خلي بالك الابروفال برضو ما يمنعش اللي انا اعمل بريوديك ريفيو. صحيح اذا كده ماشي مش يعني طيب ده بقى سؤال من بره خالص، يقول لك ايه البوليسي اللي مركزه على المعلومات اللي بتتحرك gets moved to storage and when is removed from the organization. طيب الإجابة إيه؟ الله ينور عليك يا شباب، والله السكشن ده شغال جميل. تمام الإجابة سي يا شباب. يعني سؤال خايب شوية. طيب الإجابة إيه يا شباب؟ أوكي؟
هو اصلا ايه الكلام ده اصلا ايه الكلام ماشي الحل. طيب ده سؤال سي ام اي والله بتحس بطعمه كده. ايه من الحاجات دي مش considered a record واحنا بنتكلم على حته اداره الريكوردز اللي هي الريتنشن يعني والكلام ده؟ ايه من دول مش ريكورد انت في الشركه مهتم بيه تحتفظ بيه وتتابع الاركايفنج بتاعه والكلام ده؟ ايه والله العظيم الراجل ده اللي مؤلف ساب الموضوع كله وراح في حته ثانيه خالص. اوعى تتلخبط فيه هزعل قوي. ايه مفيش غير عمرو ولا ايه؟ الله الله اتضحك عليكم. ده سؤال سي ام اي يا جماعه نركز شويه. طيب انتوا عارفين يعني ايه ريكوردز انت بتحتفظ بيها؟ الدفاتر بتاعتنا صح ولا لا؟ احنا كمحاسبين يعني وكل فانكشن عندها الريكوردز بتاعتها. ايه من الحاجات دي مش تبع حد اللي انا بقى اقعد اعمل لها ريتينشن بوليسي ولازم احتفظ بيها؟ تاكس اللوز الريليشنز. الله ينور عليك. واضح الكلام؟ والله اللي مألف السؤال ده حريف. الاجابه ايه؟ واضح ولا لا؟ تمام. هي مش تبع حد بمعنى ايه بس عشان هقول لك انا يا قبيل. انت النهارده واحد انا بعت لك قانون مثلا الفات الجديد في السعوديه ولا انت في الامارات اي حاجه قانون الفات الجديد في الامارات تمام كويت هيبتدي ياثر على السنه الماليه 2021. هل انت بقى لازم تحتفظ بالريكورد ده وتعمله ريتينشن بوليسي؟ لا عادي موجود في اي حته. لا صح مظبوط. هو اللي مقلب السؤال دماغه سم. اللخبطه بتاعتكم جت منين؟ ان انت عارف ان الريتينشن بوليسي لازم تماتش مع الريجوليشنز. ايوه فانت في دماغك من ورا ان انا اول واحده استبعدت ايه؟ كلمه ايه؟ على طول كلمه الريجوليشن. لا الريجوليشن انت البوليسي بتماتش مع الريجوليشن بس نفس القوانين البلد انا مش هحطها عندي كريكورد واقعد اعمل له ريتينشن. مظبوط. دماغ متكلفه. طيب سايبر اتاك ديتكشن اند بريفنشن. يا سلام الحته دي بقى كوبي منين؟ دي النقطه الثالثه كوبي من عند السيستم كنترول. جميل. بيقول لك قدامنا طريقتين نحمي بيهم نفسنا من الايه من الهاكرز بقى والناس اللي هتاكل عيش على الشركه والاتاكس وكده. وان ميثود نعرف احنا فيلنربابل منين؟ خلاص. عن طريق ايه؟ عن طريق اللي انت تروح تتفق مع مين؟ اوتسايد كونسلتنج. هيعملوا حاجه اسمها ايه؟ بنتريشن تيستنج. خلاص هيقعدوا يحاولوا يهاكوا الشركه. واضح؟ عشان يعرف انت منين ممكن تتجاب ويشوف ايه البوينتس اللي ممكن انت تبقى عرضه ليها للماليشس اتاكس اللي ممكن تخش على السيستم بتاعك. انا هنا زودت سلايدز طويله شويه بس يعني في اخبار الكلام ده مهم. ماشي. الفينرابيليتي والبنتريشن تيستنج يعتبر طبعا طيب من انه انت بتروح للكونسلتنج فيرم او بتعمل التيستنج ديت عشان تعرف انت عندك عرضه للمخاطر منين. احنا بنصنفه انه ايه؟ بريفنتيف كنترول. بيحاول نعرف بيه الويكنسز عشان نصلحها. حلو قوي. الفينرابيليتي تيستنج عباره عن سكاننج. عباره عن ايه؟ سكاننج. فالكي وورد بتاعته او الكلمه لازم تلزق فيها ان التستنج ده معناه سكاننج. بيعمل سكان يحدد النقاط الضعف اللي موجوده في الاي تي انفراستراكشر بتاعتك سواء على مستوى الاوبريتنج سيستم نفسه او الابلكيشنز اللي انت بطلت تستخدمها
او اي ميسنج باتشز موجوده في السيستم عندك، او اي بروتوكولز قديمه تقادمت، او اي سيرتيفيكتس قديمه جوه السيستم، او اي فيزيكال اكسس، او اي اوبن بورت، اي مدخل لحد يجي من بره هيعمل سكاننج يشوف اي مصيبه من المصايب ديت. ماشي. الكلام ده بيبقى مرحله عشان الناس بتوع البنتريشن بقى يشتغلوا. عشان كده بيقول لك الفيلنربيليتي تيستينج السكاننج ده بيبقى هو التارجت بتاع البنتريشن، يحاول الراجل يهاك من الحته ديت. فاهمين؟ ده مش هاكر، ده اللي هو الايه الهاكر الطيب يعني، اللي هو انت مأجره اصلا. ونشوف بقى ازاي ممكن نقلل مخاطر الموضوع ده. فالفيلنربيليتي يعني تيستينج الكلام ده كله لوجيكال مش فيزيكال. والله بص يا استاذ حسين، حسين شايف الكلمه دي يعني فيزيكال كمان. طيب التستنج ده او السكاننج ده هيتعمل عشان يشوف الويكنسز اللي موجوده فين، في الهاردوير، الفيرموير، السوفت وير، كله شغال معاه، اللي ممكن اي حد كهاكرز ايه يخش لك عن طريقها. البنتريشن، البنتريشن معناها اللي انت هتعمل هتستخدم تولز وتكنيكس اللي في الغالب بتستخدم من الناس الوحشين الهاكرز عشان يجين اكسس على ايه، على الابليكيشنز بتاعتك والسيستمز والنتورك والكلام ده كله. البنتريشن تيستينج ما نقصدش بيه الناس الوحشين، احنا نقصد بيه مين؟ الابروفد بيرسونال، الكونسلتنج فيرم، الناس اللي انت رحت اجرتهم عشان يعملوا كده. ماشي. يشوفوا بقى السكيورتي هولز، الاخرام اللي في السيستم عندك والكلام ده. طبعا في هنا خطوات للتستنج ده، بيعمل بري تيست اناليسز مبني على فول نوليدج للتارجت سيستم، وايدنتيفيكيشن لاي فيلنربيليتيز موجوده. ماشي. مين بيعمل الكلام ده؟ حاجه اسمها هنا دي ويلي هو اللي قال الكلام ده، والله ما حدش جاب سيرته او غيره يعني. بيقول لك اللي بيعملوا الكلام ده بنسميهم ايه؟ الريد تيم. فكرهم بقى البنتريشن للاهلي، الاهلي بيلبس احمر، الريد تيم. ماشي. والبلو تيم مين بيلبس ازرق دلوقتي؟ المحله يا ريس. انت بقى، انا كان زمان قوي الترسانه، بس ما اعرفش الترسانه ده راح فين. يقول لك is responsible for defending an enterprise use of its information system by maintaining security against a group of mock attackers. كلمة mock عارفين يعني ايه mock؟ الصراحة انا عارف mock. mock mock ده مشروب. mock ليه عينة؟ mock يعني زائف. الله بص، عاطف قال لك mock يعني زائف. هي زائف بس احنا بنستخدمها في الشغل. عندنا سيستمز ممكن تعمل عليها موك كلوز، تعمل عليها ايه موك كلوز. هوك بينزل حاجه اسمها موك اكزام، يعني مش الريل. فالموك اتاكرز ينقصد بيهم مين؟ الاهلي. فالناس دول بيبقوا قاعدين يعملوا ديفندنج للي بيتحدث عليهم طوب من ايه، من الريد تيم يعني. بس ده كلام ويلي جايب عليه اسئله، انا شايفه يترمي في الزباله. بس انت اهم حاجه فهمت يعني ايه vulnerability testing scanning. والpenetration معناها ان انا هستخدم tools زي اللي بيستخدموها الناس الوحشين. واضحه كده الفكره؟ بس اللي هيستخدموها approved personnel. دي مهمه قوي. ايه من الحاجات دي؟ الصور ما يتعمل خلاص كده. لما احنا بندرس كده يا مستر، امال الاي تي بيدرسوا ايه؟ ايه؟ لما احنا بندرس الحاجات دي الاي تي نفسهم بياخدوا ايه؟ احنا بندرس الاي تي زي بالظبط الراجل اللي بيروح ياخد ام بي اي وهو مهندس ويدرس مثلا اكاونتنج. فاهم؟ ما انت ما ينفعش انه قاعدين زي القفص كده في الشركه يفضل يقول لك خلي بالك هنا في ريسك في البتاع، وانت ايه ريسك مين؟ وانتوا بتتكلموا في ايه؟ حاجات انت بتحتاج بيها. صحيح. طيب بنتريشن اند فيلنربيليتي سكاننج تعتبر طيب من التايبس بتاعت ايه؟ يا سلام يا سلام. طيب طبعا قلنا بريفنتيف. ايه
فيش غيرها اصلا. بس انت بتثبت معلومه بالزبط. ان البنتريشن ابروفد كواليفايد تيسترز شغال. ده برضو سؤال يعني بص انا حطه كده ايه شياكه كده وخلاص، لكن هو ما انا مستحيل يجي في الامتحان ده. احنا قلنا مين بيعمل العجن ده؟ الريد تيم. طيب احنا قلنا الميثود الاولانيه ايه هي؟ الميثود الاولانيه في الديتكشن البنتريشن والفولنربيليتي تيستينج. الميثود الثانيه بقى كل الشركات دلوقتي شغاله بيها البايومتريك اكسس. البايومتريك اكسس بقى ممكن يتعمل ايه؟ يعني احنا في الشركه بنعمله ازاي؟ لا اما بالفينجر برينت، لا اما بالفيس ريكوجنيشن، دي حاجات جواك انت، لا اما حاجات انت ماسكها زي الاي دي مثلا، لا اما حاجات انت عارفها وبتكتبها زي الباسورد. واضح الكلام؟ فالبايومتريك اكسس بيقصدوا بيه الاكسس اللي مرتبط بالسنسنج فيزيكال اتريبيوتس او بيهيفير. ماشي الحال؟ بيقول لك هنا each information system user should authenticate themselves to the system. عندنا 3 methods للauthentication: الباسوردز والاي ديز والفينجر برينت. ماشي. طب ايه مشكلتنا مع اللي انت تخلي الناس تبقى بالباسورد والاي تي؟ خلي بالك انا قلت لك البيومتريك جوه الباسورد، انا ذهول بس شويه. البيومتريك ده يا جماعه المرتبط بالعين، بالايد، بالفويس. يعني ما حدش هيقطع ايدك ويجري بيها يعمل يخش الشركه. المشكله بقى في اللي انت موضوع الاي دي والباسورد ان ممكن انا انساهم، ممكن الاي دي يتسرق يضيع مني، دي مشكله. طب نجيب الكلام ده منين؟ نحله بالبيومتريك ايدنتيفايرز. انا اظن دلوقتي كل الشركات شغاله بالبيومتريك ده، ما اعرفش يعني بس ده ظني يعني. فبيعمل ريستريكشن كويس يعني. جميل قوي. اوكي. عندك بقى حاجه ريسكي في الشركه، اديها 3 ليفل من الكنترول، ده السترونجست ليفل. اشتغل باسورد وبيومتريك واي دي. ماشي؟ عشان يخش البنتاجون بقى. ماشي الحال كده؟ طيب. ده سؤال ويلي برضو بيثبت لك بيه المعلومة. يا رب. ماشي. زي الفل. الثلاثة طبعا شغال. احنا رحنا فين؟ بيستظرف شغال برضو. اكسس كنترول مرتبط بك انت. ماشي. احنا قلنا بايومتريك، مش عايزين نضيع وقت في اسئله وري دي، يعني ده سؤال عبيط برضه. ده بيحاول يثبت دي معلومه مهمه فركزوا فيه كده. واضح يا شباب؟ واضح يا شباب؟ واضح. اوكي، الإجابة ايه؟ طيب، عندنا سايبر اتاكس وسايبر سيكيورتي. معقد السايبر سيكيورتي معمولة كميثودز عشان تبروتكت الايه؟ السايبر اتاكس، صح كده؟ بروتكت بقى النتوركس اللي عندك، الديفايسز، الداتا، ايا ما يكون. طبعا السايبر اتاكس كل يوم بقى في جديد،
فالغرض طبعا من الاكسس ده اللي هو يسرق حاجه، يعدل حاجه، يدستروي الداتا بتاعتك، يعمل لك انتربشن في البيزنس بتاعك، موظف انت رفدته مثلا يروح ضارب لك حاجه في السيستم، واحد تاني بيطلب فديه اللي هو الرانسام وير ده. يعني دي الانواع السريعه كده. طيب السايبر سيكيورتي ريسك بيقول لك كوبي رايت انفريجمنت اللي هو ممكن يحصل ريبليكيشن للكوبي رايتد ماتيريال، ده يعتبر ريسك من المخاطر اللي موجوده على مستوى الانتليكتشوال بروبرتي. جميل، زي سرقه البرامج، سرقه الكتب والكلام ده، بيحاولوا اللي هم ايه، سرقه الميوزكس والموفيز، بيحاولوا اللي هم ايه يحطوا لها كنترول عليها. يعني زي مثلا ايه البتاع ده بيفكرك بايه، سي بي اي. الله ينور عليك. يعني مش عايز اقول لك خلق الله كلهم صراحه سي بي اي، فاهم؟ جت على العبد لله. بفكر والله انا ما رضيتش اقول اسم الكتاب، انا قلت سي بي اي وبس. ما انا بقول لك يعني مش عارف في ايه، بس لا اقفلوا لنا الفيديو ده كمان. لا مش الدرجه دي بقى. طيب الدينايل اوف سيرفيس تسمعوا عنه؟ يعني ممكن تتصور مثلا كده، بس اللي انا احكي ده مش مثال على ده بالظبط. مثلا في ديدلاين على البوابه بتاعه الضرائب مثلا، فيحصل ايه في السيستم بتاعهم؟ يعطل، يبوظ، كله بيعطل، بس التاني بيعطل عشان ليجيتيميت يوزرز. ده بقى واحد، بس الكلام ده عايز واحد يكون حريف قوي، يخش على الويب سايت بتاع الشركه ويعمل اكني في يوزرز كتير جدا محملين عليه. فما يجي يوزر نفسه يستخدم السيرفيس يحصل ايه؟ denial of service. لقطوا الليلة؟ يعني مثلا حد متضايق من امازون، فيخش على الويب سايت بتاعهم بيوز بال denial of service techniques ده، اكنه بيحمل عليهم فيقعوا. فاهمين الكلام؟ تمام. بس الكلام ده عايز واحد يكون في الاي تي يعني عالي شوية. البفر فلو اتاكس اسمعوا عنه؟ ده بتاع الاو سي اي، ده بتاع الايه؟ اول حاجه هو ده بيقول لك كان بي ايزلي بريفنتد عن طريق اللي انت تجيب بروجرام معين يشوف الاماونت اوف داتا ريسيفد. ممكن تتصورها في ايه؟ ايميلات كبيره جدا عماله تجي لك ورا بعضها. جميل، بمساحات كبيره. لو عندك كنترول كويس هيمنع الايميلات ديت. واصله؟ ده بفر فلو اتاك. فاهمين المعنى؟ ويعني ايه بفر فلو اتاك اصلا؟ يعني يا قبيل، بيجي لك كميه داتا رهيبه انت بتستلمها كسيستم فيقع. فهمت؟ عشان كده بيحطوا مونيتورنج كنترول يشوف الاماونت اوف داتا ريسيفد، لو حس ان في حاجه ان ريزونبل يوقفها. يقول لك لا هنا في سسبيشس اكتيفيتي. ايوه فهم؟ ايوه تمام. طيب ودي من الحاجات اللي بيقول لك دايما بتتنسي وهم بيعملوا اي سيستم. ماشي شغال. الباسورد اتاكس طبعا في سوفت ويرز كتير جدا بتعمل ايه، جيسنج للباسوردز من خلال حاجه اسمها بروت فورس اتاكس. تستخدم برامج تقعد تكرر الايه اللوجن، عشان كده دايما بيحققوا الكلام ده عن طريق ان انت مثلا لو دخلت ثلاث مرات ايه غلط يعمل لك بلوك. يعني انت لو على الباسورد بتاعت الشركه دخلتها فوق ثلاث مرات غلط ولسانه انت طيب. فاهم؟ من الحاجات برضو اللي بيعالجوا بيها المشكله ديت ككنترول التو فاكتور اوثنتيكيشن، تسمع عنه؟ يعني اكسس على ايوه، يعني انت تيجي تاكسس على اي حاجه يقول لك انا هبعت كود للموبايل بتاعك. يعني انت دخلت الباسورد بس يبعت سؤال او يسالك سؤال، انت فعلا انت اللي عامل الاكتيفيتي، تقول له يس مثلا. ماشي. طبعا الشركات لازم يكون فيها سوفيستيكيتد لوجينج وانتروجن ديتكشن سيستم عشان يبريفنت اي باسورد ايه التاكس. والمفروض طبعا الشركات المحترمه، ودي من الحاجات اللي معكنين علينا حياتنا،
اللي انت تقعد تحط باسورد صعب قوي، مثلا على الاقل 8 ليترز وواحد منهم ابر كيس وفي ارقام وفي سبيشال سيمبلز، انت تفقد اصلا تنساها اصلا. طيب تسمع عن الفيشنج؟ طبعا احنا خدنا الفيشنج في السيستم كنترول كل ده. ايه كنت بقول ان خدناه في السيستم كنترول اغلبه ده كله. الفيشنج يا جماعه عباره عن سبام ايميل بكل بساطه، يعني ما بيحتاجش زي الدينايل اوف سيرفيس حد عالي قوي. بيطلب منك تديله كريدت كارد نمبر بتاعك، البنك اكاونت انفورميشن، السوشيال سيكيورتي، الباسوردز وهكذا. احسن حاجه في الموضوع ده ادي للناس تريننج، قول لهم يا جماعه الله يكرمكم، بس احنا كارجل عندنا عملت حاجه حلوه قوي، اي ايميل بيجي من اي حاجه غير ات كارجل لسه حاصل فيا يا ريس من اسبوع يحط لك كده ايه كلام بالاحمر، خلي بالك الايميل ده جاي من بره، اوعى تفتح مش عارف ايه وهكذا. طيب لسه حاصل فيا ايه؟ طبقوا عندكم الكلام ده ولا قصدك جالك سبام ايميل؟ انت قصدك ايه؟ ماشي دو. ايه يا كبير يا ريس النت قطع، بقول حصل فيا من اسبوع واحد اتصل بيا رقم من 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 الولايات المتحده الامريكيه، يقول لي اصل انت بنك مش عارف الايه، طب قول لي مش عارف ايه، قلت له طب فضلت جريئه وماشي معاه انت فاهم، قلت له والله لا يلا روح لحالك يا حبيبي انت عارف ال وبعت له على الواتساب كمان، عارف بيسموه ايه؟ بيسموه سوشيال انجينيرنج. ماشي طيب. المالوير ده اي مالشيس سوفت وير زي الفيروسز، في احيانا حاجات بتتجسس عليك وانت بتكتب الباسورد هي تنقلها، فاهمين الكلام اللي هو ريكوردينج كي ستروكس، ياخد بقى البنك ديتيلز بتاعتك، الكريدت كارد انفورميشن والباسوردز وهكذا. ده هنا بقى راجل لطيف قوي الرانسوم وير ده واحد ده دينجرس مالوير، هيتحط ينكريبت الداتا بتاع سيادتك، انت هتقعد تعيط، هتلاقي واحد بيقول لك ايه ادفع كذا، لحظه واحده شباب، هيقول لك محتاج الداتا بتاعتك مهمه ليك، يلا ادفع بقى. ماشي الحل؟ فايه الحل في حاجه زي كده؟ بيقول لك الله يكرمك افويد ايه، افويد اللي انت تنستول اي حاجه وخلاص كده. طبعا الكلام برضو لو شركه كبيره مفيش حاجه اسمها اصلا تنستول. طيب البيبر كليك ابيوز، البيبر كليك ابيوز مش فاكر قلت لكم عليه ولا لا، ان واحد يخش، انت النهارده تعاقدت مع جوجل اللي انت تحط اعلان ماشي، فا او في اي باي او اي حاجه، فانت هتدفع ليهم بيزد على الكاستمرز اللي بيخشوا، فالراجل ده هيحاول يخش يعمل اكنه كاستمرز، فيكلفك جامد قوي في الاعلانات بتاعتك، فتبطل تعمل اعلانات. لاطيني الليله السوشيال انجينيرنج اهو، واحد هيتصل بيك ويقول لك اديني الكونفيدنشال انفورميشن بتاعتك. الدامستر دايفنج ده واحد زبال هيخش يدور في التراش بتاع الشركه، طبعا برضو مش محتاج واحد تكنيكال قوي، يمكن يعطر في اي بقى حاجه ديليتد بس فيها معلومه مهمه. خلي بالك برضو من الحاجات اللي الشركات بتاخد بالها منها، لو هي رافضه موظف ايه يعني بطريقه غير ملائمه، بتاخد منه بقى اللابتوب وتقعده في ميتنج روم وتمشيه من الباب الخارج، لان ممكن لو حد عنده تكنيكال سكيلز ممكن يعمل مشكله في السيستم يعني. تمام. طيب ده سؤال سيمي، احنا ده قلنا اكتر حاجه محتاجه تكنيكال سكيلز الدينايل اوف سيرفيس. ما تجيش تقول الصبح كده طب انا اخش بقى على امازون والله لو وقع لهم السيستم، ده مش كده يعني.
طيب خلاص الاجابه سي. طيب الديفنسز بقى اللي موجوده احنا اتكلمنا على الانكريبشن فده خلاص مش هنعيد عليه تاني. مش عارف اتكلمنا على الفاير وولز ولا لا؟ بس انا هنا زودت كلام مش فاكر قلته لكم ولا لا، لسه مزوده النهارده. الفاير وولز نوعين او بنسميها سكيور جيت ويز، نوعين تراديشنال وادفانسد. الادفانسد بيسموها نيكست جينيريشن فاير وول، يعني الفاير وول بتاعه الايه. التراديشنال فاير وول بتعبره عامله زي البارير يا جماعه، هي فعلا وول ماشي، مكونه من سوفت وير وهارد وير، بتستخدم حاجه اسمها باكيت فلترنج، بيخش الباكيت من الانفورميشن بتعمل لها لا اما اكسبت لا اما تعمل لها ديناينج لا اما تعمل لها ديسريكارد ديسكارد يعني ماشي. الادفانسد بتعمل اكزامينيشن للكونتنتس بتاعه الباكيت نفسها. واضح؟ فيها خاصيه الابلكيشن فلترنج، فيها خاصيه الايه الابلكيشن فلترنج، وبالتالي اما بتعمل اكزامينيشن للكونتنت ممكن تكتشف ان في ايه، كأنه بيعمل سكاننج للدوكيومنتس اللي جات لك ويقول لك لا عملنا سكاننج وتمام. واضح؟ عشان كده ممكن تعمل لك بلوكينج لو في حاجه ايه فيها فيروسز او حاجه او فيها مالوير يعني. طيب ده سؤال سي مي. ايه بقى اللي هيمنع ان حد، ما احنا قلنا الفاير وول دي عباره عن ايه، عباره عن بارير، فهتبقى الاجابه ايه يا جماعه؟ الاجابه دي مش عارف محمد ليه عبد الرحمن اخترت سي. موظف رفدته هتقول لي احسن حاجه اعمل بوليسي ايه؟ بوليسي تو انكريبت. ده الكلام برضو؟ طيب إجابات سيدي من بدري والله؟ اه. طيب الإجابة دي بتاعت السؤال ده واضح؟ طيب ده سؤال من ويلي خايب قوي بس بيثبت معلومة، بيقول لك إيه من الحاجات دي الفاير وول ما بتعملهاش في الباكت؟ لإما يعدي لإما يديناي لإما يعمل ديسكارد، فما فيش ديستروي. بس أنا ده سؤال مستحيل يجي يعني. طيب إيه من ده بس ديسكرايب الأدفانسد فاير وول؟ الأدفانس اللي هي بتعمل إيه قلنا؟ إكزامينيشن للكونتنت بتاعت الباكت. واضح؟ تمام. الله ينور يا شباب. احنا قلنا الابلكيشن فلترنج ده موجود فين؟ في الادفانسد فاير وول. طيب ده برضو سؤال ويلي مؤلفه بيثبت بيه معلومه، بيقول لك ايه اللي يخلي الفاير وول تبقى ادفانسد؟ خد بالك دماغ تعبانه قوي في التاليف بس شغال. حلو ده ماشي، بيثبت معلومة ان هو بيعمل اكزامينيشن لايه؟ باكت. بيعمل اكزامينيشن للكونتنت بتاعت الباكت، مش بس زي التراديشنال
بيشوف هي رايحه فين وجايه منين وجايه من عند مين. لا مش كده. الادفانسد اللي هي النكست جينيريشن تختلف ايه عن التراديشنال؟ ده هبل كده ماشي شغال جاوبوه كده تمام. تمام يا شباب تمام. طيب نور application filtering قلنا في البتاع. طيب ايه من ده مش صح على الفايروول؟ السؤال ده انا ما حطيته توقعته ان انتم ممكن بعضكم يتلخبط فيه، بس بي بي هو سؤال ويلي بس هيخلينا ناخد بالنا من حته كده. ما انا كنت متوقع ان في حد يتلخبط فيه. بصوا يا شباب الفاير وول مش هو الانتي فايروس سوفت وير ماشي. الفاير وول بارير جميل لاي انتروجن مش شرط الفيروسز. فاهمين الكلام؟ فالاجابه هتبقى دي دي واضح. بص بقى هنا قال لك ايه. بيقول لك الفاير وولز كان نوت كيب بيرسونال كمبيوتر فايروسز اوت اوف ا نتورك. ذير ار سمبلي تو ميني تايبس اوف فايروسز اند تو ميني ويز ا فايروس كان هايد وذين داتا. فاهمين الكلام؟ فالفاير وول مش هيديك شغل الايه الفيروس بروتكشن سوفت وير زي مثلا نورتون والكلام بقى ده. بس هو ممكن يساعد في حاجه زي كده قصدي. اه هو الادفانسد منه. الادفانسد بس يعني لو رجعنا هنا هنلاقي ان الادفانسد فاير وول عمل شغل اهو مع الماليشس مع المالوير اهو. فاهم؟ فالسؤال ده ايه يعني مشكل شويه بس هو ما قالكش ادفانسد. تمام. طب اللي جابها اتنين بقى فاير وول كان لوج انترنت اكتيفيتي دي بقى معناها ايه؟ اللي انت يبقى عندك لوج بكل الحاجات اللي دخلت واللي جت واللي راحت واللي كل واحد داس ايه لوج عندك لوج. تمام. فاهم؟ انت اصلا ممكن تخش على الكمبيوتر بتاعك هتلاقي فيه لوج بكل الاكشنز اللي حصلت فما بالك بفاير وول. تمام. طب احنا كده خلصنا الحمد لله كل الجزء ده احنا اوريدي غطيناه الاكسس كنترول لوجيكال وفيزيكال كل الكلام ده خلاص كده ده اتغطى اوريدي. فين في السيستم كنترول ماشي الحل. طيب ده حاجه جميله تحبوا نكمل؟ انا بالنسبه لي زي الفل. راحتكم صباح على خير يا مستر. اوريكم اللي احنا داخلين له. احنا داخلين على عنوان اسمه ايه؟ تكنولوجي انيبلد فاينانس ترانسفورميشن. ماشي الحل. هناخد في حاجه اسمها ديفلوبمنت لايف سايكل. خلي بالك كلمه لايف سايكل دي في المنهج لايف سايكل كوستنج، وفي حاجه اسمها لايف سايكل بادجت، وفي حاجه اسمها داتا لايف سايكل، وفي حاجه هنا اسمها سيستم ديفلوبمنت لايف سايكل. ماشي. والبروسيس اوتوميشن الحاجتين دول ممكن نخلصهم على طول. ايه رايكم؟ عايز تخلص بسرعه يا مستر؟ ما انتش عايز تقابلنا تاني ولا ايه؟ لا والله خالص عشان في ناس حاجزه امتحان. لا والله خالص عشان الناس اللي حاجزه بس. حلو. ايه يا شباب انتوا ساكتين عايزين تكملوا ولا ايه؟ تردوا؟ والله انا عادي. طيب انا شغال كده كده مش هتفرق كتير معايا.
طب انا ممكن اجيب بق ميه ونقعد مع بعض نص ساعه. ماشي. حلو الكلام. ماشي اديني 5 دقايق بالظبط وناخد نص ساعه كمان. ماشي الحل. اي بقى مكان نشوف نوصل فيه. تمام. يلا بينا. مع حضرتك يا مستر. طيب احنا دلوقتي في اي حته بالظبط؟ احنا هنا في التكنولوجي انيبلد فاينانس ترانسفورميشن. معانا حاجه اسمها سيستم ديفلوبمنت لايف سايكل وبروسيس اوتوميشن وانوفيتيف ابلكيشنز. كل الجديد بقى. ماشي. طيب قبل ما نخش على السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل، في حد قاعد مش متصور ايه الموضوع ده اصلا؟ اكيد انا واحد من الناس. لا ما اعرفش ايه. طيب بص يا عبد الحميد، انت النهارده ما توقف شركه ممكن تكون شغالين على سيستم بيهاك شويه. جميل الحقيقه. فتلاقي في اقتراحات ان احنا اما نطوره لاما نشتري سيستم جديد لاما نصمم سيستم جديد. يعني قدامنا اوبشنز كتيره. صح. لاما نشتري جديد لاما نصمم جديد لاما نعدل قديم لاما تقدم سالتك. ترين اوردر دفعنا فيه 5 مليون وفشل. عندنا اشكال كده كتير والله. فالسيستم ديفلوبمنت لايف سايكل بيقول لك ايه؟ انت النهارده بتصمم سيستم صح؟ تمام. ايه اللايف سايكل بتاعته؟ مؤكد اللايف سايكل بتاعته هتبتدي اصلا من البدايه خالص. هو ايه الاوبجكتيف؟ لحد ما نعمل امبلمنتيشن. صح كده؟ تمام. هندرس بقى الـ الخطوات الستيجز. ماشي؟ فاللايف سايكل طبعا في ناس هنا يا جماعه متخصصه اللايف سايكل بتاعت الموضوع ده، بيعملوا له بيحطوا رود ماب استراكشرد جدا، هنعمل ايه وامتى، ويبعت ايميلات للناس بقى اللي هتتورط وهتسمع التريننج وهيشوفوا ويقعدوا ينفستيجيت معاك ايه اللي انت محتاجه. وهنشوف دلوقتي حاجات كده ايه بتحصل في براكتس جدا يعني. طيب فانت بيقول لك ده بنحتاجه محتاجه لما بتيجي تعمل امبلمنتيشن لسيستم جديد يعني. ماشي الحل. طبعا وانت بتعمل سيستم جديد لازم تاخد بالك ان لازم يكون فيه ايه strict controls تضمن لنا للريابيليتي والداتا انتجريتي. طيب الخطوات بتاعت السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل هتلاقيها مختلفه ما بين الكتب شويه. جلايم قايلها بطريقه وهوك جايبها بطريقه وويلي جايبها بطريقه. الاوسع في الكفرج هوك، فانا دخلت ويلي في هوك يعني هنا في السلايدز دي. طيب اول حاجه الستيتمنت اوف اوبجكتيف، يعني دي مرحله بقى هنا احنا هنا في البلاننج. احنا في مرحله الايه؟ البلاننج. ماشي. بنعمل بروبوزل، والله احنا نفسنا في كذا كذا. ماشي. والله احنا محتاجين سيستم جديد. طب بيغطي ايه ده السيستم الجديد ده؟ ممكن تبقى انت راجل على قدك تيجي تقول انا عايز يغطي الحته الصغنونه دي، او تيجي تقول لا 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 ده انا طبيعه الموضوع ده والسكوب بتاعه كبير جدا. ماشي. تاني حاجة التايمينج ايشيو، هل أنا محتاج أطبقه بسرعة قبل؟ يعني مثلا يجي يقول لك إيه من أول التاريخ الفلاني هيبقى فيه إي انفويسنج. تسمعوا عنه؟ آه مظبوط. فأنت طبعاً. في الحالة ديت لازم تعمل سيستم جديد يتجاوب مع القرف ده. فيبقى عندك تايمينج ايشيو. تمام. الريسك أسسمنت إز دان، يبقى الريسك أسسمنت بيحصل في الأول مرحلة البلاننج برضو. تو دوكيومنت سكيورتي ثريتس وبوتنشال فولنربيلتيز وفيزيبل سيكيورتي اند انترنال كنترول سيف جارد نيدد تو ميديجيت الريسك. جميل قوي. بعد كده هنعمل انفستيجيشن اند فيزابيلتي ستادي. طب فيزابيلتي ستادي دي معناها ايه؟ اللي انت تقف في ميتنج تقول لهم يا جماعه احنا معروفين في عيشتنا ومحتاجين سيستم، وحكيت لهم بقى النيد والكلام ده، فقال لك انتوا بتتكلموا مثلا عايزين تجيبوا سيستم بكام؟ قلت له بكذا، قال لك لا خليك في اللي انت فيه. ماشي. فهنا بتخش على مرحله الايه؟ الواقع المالي. الكوست بينفيت اناليسز، المانجمنت تيجي تقول لك ايه يا عم الكلام ده؟ انت عشان توفر ايه؟ عشان ما تسهرش ما تسهر. فهنا بنحدد طبعا الاوبشنز، الاوبشنز ممكن تبقى كتير، ونشوف ايه اللي عندنا النهارده موجود كتكنولوجي،
ونعمل كوست بنفيت اناليسيس. خلصنا من المرحلتين دول بقى هنبتدي نخش على الجد بقى. هنبتدي نخش على الجد. الحمد لله البنفيت اكسيد الكوست. يلا بقى اعمل سيستم اناليسيس. اعمل ايه؟ سيستم اناليسيس. ماشي؟ السيستم اناليسيس ده سوات اناليسيس بقى. هو السيستم بتاعنا النهاردة اللي احنا شغالين بيه وحش في ايه؟ حلو في ايه؟ واضح؟ بتعرف السترونج ويك بوينتس والانفورميشن نيدز فروم ذا نيو سيستم. بتقعد مع اليوزر بقى تقول له احكي لي فضفض يا ابني هو انت محتاج ايه؟ يقول لك انا عايز في التقفيل 1 2 3 4 يجوا لي من السيستم مثلا. فالامثله الاناليسيس هيطلع بايه؟ يطلع بقى بالريبورتات اللي محتاجينها، الداتابيز نيدز. طبعا الكلام حلو بعد ما يطبق السيستم مش هيجيلك ولا حاجه من الحاجات دي. والكاركترستكس اوف ايتس اوبريشن ار ديتيرمند. ماشي الكلام؟ تمام. طيب انا بحاول يعني نحفظهم. ها انت نسيت اهم نقطه يا مستر. إيه؟ احنا لازم نعمل لجنه عشان تفشل، يعني دي اول نقطه بتتعمل. ماشي، اهم حاجه نوصل للفشل ده. ايوه بالظبط. طيب فانا بقول لك السيستم اناليسيس انفولفز ايدنتيفاينج النيدز بتاعه الاورجانيزيشن، اسامبلنج المعلومات المرتبطه ب هل هنعمل موديفاينج للكرنت سيستم، بيرشيزنج ا نيو سيستم، ولا ديفلوبنج ا نيو سيستم. كل واحد بقى ايه حدد انت عايز ايه؟ هيحدد هيمشي ازاي، عايز ايه يعني. طيب هنشتري، هنديفلوب، هنعدل، مؤكد هتعمل ايه؟ ديزاين. الديزاين بيمر كم مرحله؟ مرحلتين، حاجه اسمها كونسبشوال ديزاين وحاجه اسمها فيزيكال ديزاين. الكونسبشوال سيستم اناليستس ورك ويز يوزرز تو كرييت ذا ديزاين سبيسيفيكيشنز. يعني هنقعد نجيب ورقه كده ونقعد مع اليوزر، قول لي بقى انت عايز ايه، ونعمل كونسبشوال ديزاين and verify them against user requirements. The conceptual, اللي هي الwish list بتاع سيادتك يعني. The conceptual design involves creating a plan for meeting the need اللي احنا حددناه في مرحلة الاناليسز. The design alternatives are prepared and the detailed specification are created to provide instruction on how to achieve the system اللي انت نفسك فيه ده. نخش على الفيزيكال بقى. من اول الفيزيكال هنبتدي نتكلم اللي احنا بنحدد بقى الورك فلو، وتبتدي بقى تلاقي الكالندر عندك في الايه ده هنا ايه، هنحدد الورك فلو وات اند وير بروجرامز اند كنترولز ار نيدد. هتحدد انت محتاج تجيب ايه كهاردوير، الباك ابس ايه، السكيورتي ميجرز ايه، والداتا كوميونيكيشن. ماشي الحال؟ طيب الفيزيكال ديزاين هياخد الكونسبشوال ديزاين ويعمل ديتيلد سبيسيفيكيشن فور كرييتنج السيستم. ماشي الحال؟ الديزاين وود انكلود سبيسيفيكيشن فور كمبيوتر كود. يبقى الكمبيوتر كود هيظهر هنا بقى، انبوت اوتبوتس داتا فايلز داتا بيزز وهكذا. خلصت من الديزاين تبتدي تعمل ديفلوبنج، وبعد الديفلوبنج مؤكد هتعمل تيستنج. طبعا في الفيديوهات التفصيليه في اشكال بقى مختلفه من التستنج كتير جدا، هي عبيطه بس يعني ما رضيتش بقى اشحن بيها الدنيا هنا. يعني الديزاين از امبلمنتد انتو سورس كود، يعني في تستنج اسمه وايت بوكس وفي سيستم تستنج اسمه بلاك بوكس. ماشي؟ طيب Data conversion procedures are developed. جميل قوي، عملنا developing وعملنا testing للسيستم، هنبتدي نعمل له ايه؟ Implementation. حط البروجكت into action بقى. خلاص؟ وتعمل conversion. طبعا الconversion هنا برضو ليه اشكال. ماشي؟ يعني في شركات بتفضل تشتغل شهر مثلا مع بعضه parallel، بس المحاسب هنا هيسجل في two systems. ماشي الحال؟ ايه افضل اوبشن ايه يا مستر بالناحيه العمليه؟ لا كوست بنفيت يا باشا. كوست بنفيت في شركات كتير قوي بتيجي تقول لك وقف ده في يعني الكلوزنج بتاع شهر يناير هيبقى اخر شهر تشتغل بالقديم، من ده تشتغل بالجديد، خلصت. طيب في شركات بتعمل كده.
كل واحد دي مزايا وعيوب طبعا. السيستم امبلمنتيشن والكونفرجن بيقول لك السايت بريبيرد الايكويبمنت خلاص بتجيبها وبتبتدي في الكونفرجن بروسيجرز بقى. يعني ايه كونفرجن هنا طبعا من القديم للجديد، وبتعمل ايه تريننج للبشوات اليوزرز. ماشي ماشي ده جميل قوي. اوكي operations and maintenance. طب الاوبريشن معناها running السيستم، تعمل تشيكينج للبرفورمانس بتاعه، تشوف اي ادجستمنت محتاج تتعمل عليه. المفروض ان هنا الناس اللي بتبيع لك السيستم او كده تبقى معاك شويه، مش انت عملت امبلمنتيشن سلام عليكم، لا لازم يكون في اوبريشن وايه ومينتنس وكونتينوس مونيتورنج وايفالويشن للسيستم. ماشي يقول لك ان الاوبريشن والمينتنس فيس از ذا فيس ان ويتش اورجانيزيشن ادريسز اول اون جوينج اوبريشن ايشوز، مثلا ادينج اند اوثورايزنج يوزرز افتر انيشال انستاليشن بروسيس. ماشي اوكي. ايه اكتر حته فيها انتر اكشن ما بين انتر اكشن مع البيزنس عشان نعرف النيدز بتاعت اليوزرز؟ مؤكد ايه؟ امتى بتعرف النيدز بتاعت اليوزرز؟ ازاي عاطف؟ ازاي يا شباب؟ بصوا ايه بلانينج. لا بصوا يا جماعه، هنا انت بتقول النيد بتاعت اللي احنا محتاجين سيستم جديد، حلو الكلام. هنقعد نعمل ميتنج كوست بنفيت، يبتدي الشغل من اول السيستم اناليسيس بقى، نقعد مع اليوزر ايه الويش ليست بتاعتك. ما انت بيزد على الويش ليست اللي هيحكيها اليوزر هتبتدي تعمل ديزاين، وبيزد على الديزاين هتبتدي تطور السيستم وتعمل له تيستينج. التيستينج طلع كويس امبلمنتيشن، فاهمين؟ يعني مستر سامح، يا مثلا لو تشتري ساب انت، لو بتشتري ايه شركه، لو بتشتري ساب اس اي بي جميل، انت لازم تكون في شركه تطوير لساب او طبعا بتخلي السيستم يعني على مقاس الشركه. الكاستمايزيشن بتاع الاس اي بي ايوه ايوه الكاستمايزيشن ماله بقى؟ هي هون الديفلوبمنت او الديفلوبمنت، الكاستمايزيشن هي الديفلوبمنت صح؟ لا الكاستمايزيشن هو الديبلويمنت. سؤال يعني، هو الكاستمايزيشن معناها ان انا بشيل موديولز معينه بزود حاجه، تقصد كده؟ ما ده على حسب بقى. لو انا تخيلت، لو انا فاهم كلامك، الكاستمايزيشن يعني ان انا هعمل كودينج، محتاج اعمل كونسبشوال ديزاين يعني، فيبقى في الكونسبشوال ديزاين على حسب بقى وضعه يبقى ايه. بس مؤكد لو انت هتحتاج تعمل كاستمايزيشن لازم اقعد مع اليوزر، اصل انا هعرف الكاستمايزيشن ازاي كشركه ككونسلتنج فيرم غير ما افهم انت عايز ايه. تمام. ليه ما تشتغل على الديفولت سيستم اللي احنا بنبيعه؟ فاهم قصدي؟ يعني هنا في الاناليسيس يا شباب مثلا ده، بس دي معلومه مهمه، ان انت بتقعد اكتر قاعده مع اليوزر الاند يوزر هي في الاناليسيس. هو ايه ده؟ ماشي. بيقول لك ايه المرحله الاوليه خالص ماشي. ده سؤال ويلي برضو عامله. عملته ايه الاجابه ايه؟ تمام الله ينور. ايه الغرض الرئيسي من السيستم اناليسز؟
ده استاذ ويلي بقى بيتسلى معاك. ماشي دول مستحيل صح؟ صح كده؟ لأن دول بيتكلموا على الكودينج مظبوط، دول ديزاين. طيب الاناليسز، احنا قلنا الاناليسز ايه؟ تعالى نروح كده نبص في الاناليسز، قلنا بالظبط ايه. سيستم اناليسز انفولفز ايدنتيفاينج النيدز بتاعت الشركه، ونعمل نحضر المعلومات المرتبطه به، هنعدل سيستم والكلام ده. ده كلام ويلي. هنا هوك بيقول لك ايه، السيستم اناليسز ذا كرنت سيستم از انالايزد، عشان تعرف هو حلو في ايه وحش في ايه، جميل، وتعرف احتياجاتنا من المعلومات بتاعت السيستم الجديد، انت عايز منه ايه، ايه الريبورتات اللي انت عايزها. ده معنى الاناليسز. ماشي، نجيب السؤال بقى، ايه اقرب ما يكون للكلام اللي فات ده، ايه ولا دي؟ والله هما الاثنين، في ده واخد حته وده واخد حته، يعني في الاخر هنتفق على حاجه وهنشوف ايه الحلول. يعني بيقول لك ايه، ديفلوب انيشال بروف اوف كونسبت. انا الكلمه دي غريبه قوي، انيشال بروف اوف كونسبت سولوشنز. ماشي، هي حاسس اقرب ايه، الاقرب ايه. طبعا دي بيقول لك غلط. ايه بقى؟ بيقول لك بروف اوف كونسبت سولوشنز ار جنرالي كرييتد ديورينج الامبلمنتيشن والconversion and in some cases during the design but not during the analysis phase. هو يعني ايه البروف اوف كونسبت سوليوشن؟ قصده بقى ايه بقى هنا؟ عندك تارجت معينه عايز توصل لها، انا عايز اكستراكشن يبين لي الفيكسد اسيد باي كاتيجوري واليوسفول لايف والمينتنس سكيدول مثلا يعني. فيقول لك السولوشنز هنا تبقى ممكن كذا وكذا وكذا وكذا، ممكن نعملها عن طريق كذا، ممكن ندمج الريبورت ده بالريبورت ده كذا. فاهم الكلام؟ بس ده برضو مش ما يكونش في الاناليسز. لا، السولوشنز دي وانت بتعمل بقى الديزاين بتاعك. فاهم؟ خلاص تمام. طيب which face system، ده برضو سؤال ويلي جايبه يعني. ماشي، انا لاحظت حاجه في يا جماعه في ويلي ده غريب جدا، هقول لكم على المعلومه ديت، ممكن ناس كتير مش ممكن مش واخدين بالهم منها، مش عارف. ويلي بيجيب اسئله في الاكسس بتاعته هو مش جايبها في كتابه. ماشي، وده شيء غريب جدا. اسئله كذا سؤال على موضوع هو ما جابش سيرته خالص في كتابه، واحيانا بقى ولا في كتابه ولا في كتب ويلي ولا جلايم ولا هوك. دي فاجئك، هو جايب سؤال مش موجود في الكتب كلها، على اساس ان ده بقى بيدربك. انا شايفه بيشتتك اكتر ما بيدربك. ماشي، بيقول لك في انهي فيس السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل ار اكسس كنترول ليست فور ابلكيشن يوزرز اللي هم زينا مثلا بتتحط افتر الانستوليشن. ماشي، هيبقى ايه؟ طيب دول ما ينفعش، سيبك منهم. ديبلويمنت ولا اوبريشن اند مينتنس؟ انا فاكر احنا جبنا سيرتها دي. طب وسي ما تنفعش ليه؟ انت اخد بالك الاجابه ايه؟ ديفينيشن بيقول لك which phase، which face يا قبيل. انت هنك بتدور على face، دي مش face. أيوة. اصلا ايوه دي مش تبعهم اصلا. انا فاكر الكلام ده جبنا سيرته فين كده. احنا بدينا نهاية يا ريس. خلاص احنا هنخلص دي ونقفل. الكلام ده موجود في الاوبريشن والمينتنس. ماشي، بتمنتين اليوزر اكسس يعني شغال. اوقات بيراجعوها يعني، عندنا احيانا بنراجعها في الشركه، وممكن تلاقي
واحد اتشال مثلا نتيجه ان كده ممكن يحصل سيجريجيشن اوف ديوتيز فيها مشكله. طيب which of the following faces ومش عارف ايه can be best described as project plan is put into action او into motion implementation. دي implementation سهله دي. ده سؤال جميل. ده سؤال ده ولي للاسف يقول لك كل دي faces الا ايه. يا سلام حاجه جميله. تمام الإجابة سي. ده سؤال very straightforward. طيب احنا هنوقف هنا دي نقطة تانية ماشي. خلينا ناخد آخر حاجة هنا. يقول لك طبعا بعد ما بتعمل سيستم جديد دايما بتلاقي اليوزرز كل شوية يطلبوا ايه تعديلات. جميل. فالكلام ده لازم ناخد بالنا جدا ان احنا ناخد بالنا من النقاط الرقابية في حتة السيستم مينتنانس ماشي. ولازم تكون خاضعة لستريكت ايه كنترولز. ولو في ريكوست لاي تشينج على السيستم لازم الاند يوزر يعمل ابلكيشن بقى ويمضي عليه والمانجمنت تمضي له عليه ابروفال. او لو عندك ستيرنج كوميتي ياخد منه ابروفال. واي تشينج تعمله على السيستم لازم ايه تتستو الاول قبل ما تدخله في البرودكشن. شغال. طيب ده حاجه حلوه قوي. خلاص يبقى احنا واقفين عند البيزنس بروسيس. ايه البيزنس بروسيس اناليسيس اللي هي النقطه اللي بقى هنخش فيها على بروسيس اوتوميشن. الكلام سهل قوي. بصوا يا شباب في حاجه بس عايز الفت انتباهكم ليها. احنا المره الجايه هندرس حاجه اسمها بلوك تشين. تسمعوا عنها؟ اه الحمد لله. في حد ما يسمعش عنها؟ انا كانوا بيتكلموا عنها المره اللي فاتت على الجروب بتاع. اه انا ما بسمعش عنها ولا هي 47000 دولار دي يا ريس. ايه ام 47000 دولار دي؟ ايه اللي 47000 دولار؟ البيتكوين دي ب 47000 دولار. البيتكوين اه البيتكوين؟ البيتكوين دي اه والله ما عارف انا مش متابع الهجس ده. 47000 دولار واحدة بس الكف. طيب الناس اللي ما تعرفش ولا حاجة عن البلوك تشين انصحها نصيحة تتفرج على الثلاث فيديوهات دي ماشي؟ حاضر. عشان العبد لله مهما قاعد يتكلم الموضوع فيه جوانب ايه الحقيقة اكبر مني بكتير جدا. انا هريت فيه شوية بس ايه احنا كاسين ايه الموضوع سهل جدا. بس انت لو عايز تتصوره جايب لك ثلاث فيديوهات يدوك تصور كده تعرف احنا بنتكلم في ايه اصلا ماشي؟ هبعتهم لكم يعني يفضل نتفرج عليهم ايه قبل كل واحد تقريبا 5 دقائق 10 دقائق تقريبا حسب ذاكرتي يعني. انا جايب في السلايدز هنا الكي ووردز اللي موست لايكلي هيجي لك في الامتحان بس ممكن واحد يكونش متصور ايه اصلا. ماشي الحل. طيب يبقى احنا كده ان شاء الله ايه معدنا الاسبوع الجاي موست لايكلي هنخلص سيكشن اف ان شاء الله. ان شاء الله بس ده باقي نص ال F اصلا. ايه الماتيريال اللي قدامي باقي نص ال F يا باشا. يبقى نخلصه النهارده. ماشي دوس يا ريس. الجزء بتاع داتا اناليتكس فيه كلام سهل جدا يعني كلام عن التشارتس والكلام ده كلام مش في حاجات بتجري. في جزء مرتبط بالريجريشن فانت اوريدي عندك عنه فكره. مرتبط بالسنسيفيتي اناليسز فكلام انت اوريدي عارفه يعني. الدنيا هتبقى ماشيه ان شاء الله باذن الله. عشان بعد كده بقى نحط خطه حلوه كده. حط خطه يا ريس. احنا كان في جزء سايبينه في البادجت ولا متهيالي اللي هو التوب ليفل بلاننج ما خدناهوش. استراتيجي بلاننج صح. استراتيجي بلاننج مفتري. خدناه يا التوب ليفل بلاننج والله لسه شرحه امبارح. هدولكم ده مش هياخد مني نص ساعه ده موضوع عبيط. والبالانس سكور كارد خدناه يا شباب. انت الوحيد اللي حليت عليه حليت عليه سؤال يا حسين كده. وانت الوحيد اللي حليت السؤال بتاع التوب ليفل بلاننج.
يا عم صحيح، وانا يبقى انا قلته لكم. هو خاص بايه فكرنا يا ريس؟ ان هو ما قلناهوش، احنا قلنا هنسيبه في الاخر. لو هو بتاع البي ان ال تقريبا يا ريس صح، وبدي لك نسب وتحسب وتضيف صح كده. هو احنا اخذناه يا عاطف الحصه اللي فاتت؟ احنا اخذناه اول الجمعه والله. طيب ده مش تبع السنسيفيتي اناليسيس اصلا ده يا ريس بالعنوان؟ هو الله ينور عليك، هو يعتبر احد اشكال السنسيفيتي اناليسيس. طيب يعني قريب من كده ولا حاجه جديده يعني؟ لا لا لا، هوريكم السؤال المره اللي جايه وافكرك بالموضوع. تمام، ما تقلقش نفسك انت، بس انت كمل بس في اللي انت فيه. انا مش قلقان، خليها على الله راس. هم كلهم كام يعني؟ $500 ولا كام؟ عادي. الحمد لله، ربنا يستر ان شاء الله. يلا تشوفكم على خير يا شباب. مستر سامي، انا بعت لكم الهاند اوت صح؟ تمام. مش عارف الشباب معنا. الناس اللي عندها وقت، عندك السيري الفيديوهات التفصيليه بالهاند اوتس. انا بدخل على الهاند اوتس على طول. ايه؟ بدخل على الهاند اوتس على طول. ما انت هتلاقي هنا معلومات غريبه شويه، الشفط بقى كلها في الهاند اوتس، المعلومات اللي جوه الاسئله نفسها بتاعت ويلي. بس الهاند اوتس هي الاساس. تمام، فاهم قصدي؟ يعني هنا في السلايدز في حاجات تانية مختلفة عن ال عن الهاند اوتس. انا بقول لك احيانا ويلي بيروح رازع لك حتة كده فيها معلومة مش موجودة في الكتاب اصلا. ماشي، انا كده عايز اقول يا جماعة دي او ما حاجة مقفورة قوي يعني. بصوا بس عشان نكون عمليين، احنا النهاردة اللي خدناه ده reasonable assurance، جميل حلو. افرض بقى انا عايز اكون مطمئن قوي 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 قوي، خلاص بقى وعندي وقت هقرا الهاند اوتس بالفيديوهات بتاعتها وهايلايت على حاجه تاني واقراها مره واتنين وخلاص، فاهم قصدي؟ بس اللي احنا عاملينه ده كويس قوي يعني، الحجم من الداتا دي جميل يعني. ماشي مستر، وقتك يسمح بخمس دقايق ولا فصل؟ يسمح يا حبيبي، اتفضل. انا بس في حاجه بعيد عن الشباب، حاجه عمليه قابلتني في الشغل فكنت محتاج رايك فيها بس، معلش. اتفضل. انا عندي مشروع، لو هنفترض المشروع ب 100 مليون مقاولات، تمام، لمده 4 سنين. بس اسال محمد. طيب ماشي خلاص. لو مقاولات فعلا اسال محمد. طيب تمام خلاص. ادي العيش لخبازه، او لو في حد هنا من الشباب خبره في المقاولات. كله ساكت، اسال محمد. خلاص اوكي تمام ماشي. تمام يا ريس، لان انا هفضل افكر واتامل، فاهم قصدي؟ وانا ابتديت افصل. لا لا زي الفل خلاص تمام. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله.